صباح الهنا والرزق والسعادة وكل حاجة حلوة يا رب دايما في الدنيا، بس المهم الواحد يكون متفائل وإيجابي في الدنيا. صباح الفل يا كريم، وأول الأسبوع وآخر الأسبوع قبل رمضان. أيوة، كل سنة طيبة وأهل بيتك يا رب، كلنا يا رب بخير، وكل حضراتكم يا رب يعيد علينا كل الأيام الجميلة دي بكل الخير واليمن والبركات. كل سنة وكل حضراتكم طيبين. فعلا الأسبوع الأخير لعشرة الصبح في الأهلي قبل رمضان، وإن شاء الله هنلتقي برضو رمضانيا مع حضراتكم كل يوم حد من كل أسبوع على حسب ما أنا فاهم. كل يوم حد من كل أسبوع تقريبا من 10 ل 12 مساء هنكون انا وكريم مع حضراتكم، وبرنامج طبعا الاهلي في رمضان اللي يعني بيتفاعل مع ناس كتيره جدا، وطبعا في روتيشن بين المذيعين، كل يوم بيكون مذيعينا مختلفين من قناه الاهلي. انا وكريم هنكون كل حد مع حضراتكم ان شاء الله. بس على كل حال عايزين نبدا ونتكلم، لان الواحد بيبقى مبسوط برده لما يعني بيتكرم او لما بيحصل على اي جائزه زي ما حضراتكم شايفين. احنا طبعا كان معانا ضيفنا العزيز الاسبوع اللي فات وكان بيتكلم عن الملتقى الدولي لرياضة المرأة العربية، وقلنا قد إيه هذا الملتقى في غاية الأهمية، اللي أنت بتتكلم عن الملتقى بيجي أو بيحضروا ناس أو قادة من جميع أنحاء العالم، وفي نفس الوقت أنت بتروح لنماذج للمرأة العربية، ومش بقول هنا المرأة المصرية، المرأة العربية اللي قدرت أن هي تثبت نفسها بشكل كبير جدا في مجالات مختلفة منها الرياضة. طيب ده راجع ليه يا كريم؟ إذا كان ده راجع لحاجة، ده بيبقى راجع لكذا عنصر، منها أولا اهتمام القيادات السياسية المختلفة في هذه الدول، الحاجة الثانية فكرة هنا تغيير الثقافة، والحاجة الثالثة والأهم أعتقد هي فكرة أن أنا بفرض نفسي وبفرض نجاحي على المجتمع مهما كانت الصعوبات. أكيد كل امرأة يعني حاصلة على تكريم أو جايزة أو حتى في الأولمبيات المختلفة يعني اللي هي بتمثل فيها دولتها، أكيد وراها قصة نجاح وقصة كفاح مش كلنا نبقى عارفينها. إحنا بنشوف البني آدم لما بينجح بس، ما بتعرفش البني آدم ده تعب قد إيه وعشان يقدر يوصل لهذه المرحلة من النجاح. حاجه كانت كويسه جدا. انت ليك واحده زي دي، بس انت اتكسفت تجيبها عشان هي على شكل امراه ولا ايه؟ لا خالص والله. لا يعني هو في كل الاحوال طبعا اكيد الشكر موصول للدكتور خالد الهميم على هذه اللفته الطيبه، اكيد سعداء جدا بيها، وكنا سعداء جدا طبعا بانه يعني شرفنا بحلقه سابقه من هذا البرنامج وكلم معانا باستفاضه حول تفاصيل يعني ممارسه المراه العربيه عموما للرياضه. وكنا قلنا في وسط الكلام ما معناه ان النظره المجتمعيه دي شيء ابتدت تتغير في كتير جدا من المجتمعات العربية. في كتير من الأحيان كنا بنشوف إن في دول فكرة بس مجرد المبدأ نفسه إن المرأة أو إن الفتاة الشابة حتى الطفلة في بعض الأحيان إن هي تبقى بتمارس أي شكل أصلا من أشكال الرياضة كانت بتبقى فكرة مرفوضة جدا مجتمعيا. طبعا مجرد إن ده حصل فيه تغيير شفنا له طبعا مشاهد كتيرة جدا ومظاهر كتيرة جدا، ولا سيما طبعا هذه التفاعلة الرياضية المتخصصة في عالم المرأة وممارستها للرياضة، كانت طبعا حاجة محترمة جدا. على كل الأحوال احنا بنرحب بحضراتكم في بداية حلقتنا النهاردة. كالعادة الجزء الأول منها هنتكلم فيه كل الأمور المتعلقة بالنادي الأهلي وبطبيعة الحال بمنتخبنا، وأكيد كمان هنتكلم في الفقرة الحوارية الأولى عن هذا الأمر، هينورنا من خلالها الأستاذ سامي عبد الفتاح الناقد الرياضي، وتاني فقراتنا هتشرفنا فيها دكتورة دينا أبو السعود وهتكلمنا عن تقوية المناعة، وتاني وتالت ورابع الملف ده أصبح في منتهى الأهمية خصوصا في هذه الأيام، والواحد لسه يعني كل ما الواحد يبتدي ينسى موضوع الكورونا بمتحوراتها بأوميكرون تسمعي كل شوية بأوميكروناتها تسمعي كل شوية إن في دولة ما رجعت تاني تفرض حظر ولو مخفف نسبيا بالمقارنة باللي كانوا عليه قبل كده. بص انا بتفق معاك جدا، بس النقطه اللي انا عايزه تاني اكد عليها يمكن اتكلمت فيها الاسبوع اللي فات بس عايزه اكد عليها مره تانية، ان احنا ممكن جدا نبقى كلنا فاكرين ان احنا سلام، يعني انت مثلا صحيا من الخارج شكلك ما فيش اي مشكله، ما فيش حاجه بتعاني منها، ممكن ارهاق بسيط حاجات زي كده، بس لو رحنا عملنا تشيك يعني تشيك اب هتلاقي ان ممكن لا قدر الله يبقى في اي حاجه او نسبه حدوث اي حاجه، فانت تلحقها من البدايه. محدش فينا يعني بجد والله انا نفسي اتخدعت في نفسي، يعني انا بتكلم حتى عن تجربتي، الواحد اوقات بيحس بارهاق بسيط حاجات زي كده بس بيقول عادي بيعديها. انا من الناس المهمله كمان، لو هتكلم انا مهمله لازم حد ياخدني من ايدي وروح يعملي كذا، يعني انا كده. ففي زي كتير جدا الناس دي او الفئه دي من المجتمع، لا لازم ان احنا يبقى عندنا ثقافه شويه ان احنا نهتم بنفسنا اكتر، وفكره ان انا اهتم بتحاليل بعملها سنويا او شهريا باشعاعات معينه وغيره وغيره، دي ممكن ان هي يعني زي ما بتقال ايه يا كريم ان هي تغنينا عن حاجات كتيره جدا لا قدر الله ممكن ان هي نتعرض ليها، وفي نفس الوقت مربوطه بفكره جهاز المناعه. ده اللي احنا هنتكلم فيه اكيد انا ودكتور دينا في الفقره الاخيره، فتابعونا هتبقى اكيد فقره مهمه. على كل حال بقى تعالوا نخش على الماتش، و
قبل ما ابدا كلامي انا هقول طبعا مبروك علينا، وهقول صباح النصر زي ما انا متعوده كل مره لما بيبقى فيه يعني مباراه سابقه، وما بنيجي اول يوم هوا وبنفوز بنقول صباح النصر. بس صباح النصر، وسامحوني ان انا هقول ده، صباح النصر ان احنا حققنا سكور كويس، او ان احنا قدرنا ان احنا يعني نفوز ب1-0. ولكن انا مش هقول صباح النصر عشان الاداء كان الاروع بصراحه. انا شخص بيحب الصراحه كريم، يمكن انت تختلف معايا، بس انا مايله لهذا الراي وشايفه الرؤيه دي. يعني يوم الجمعه احنا ربما ما كناش بنلعب اللعب اللي احنا منتظرينه، حصلنا على اللي احنا عايزينه زي ما اتقال كده، خدت اللي انت عايزه ده كويس، ولكن انا خدت اللي انا عايزاه ده باي اسلوب او باي لعب. وهل بلعب يطمني يا كريم بعد كده ان انا يوم الثلاث ان شاء الله في العوده هقدر ان انا احقق اللي انا عايزاه واخد اللي انا عايزه ولا لا؟ ده السؤال. على كل حال زي ما كنت بقول لحضراتكم، ده مش رايي انا بس، هي فعلا في انقسام في الراي. يمكن في بعضنا شايف ان احنا برده كنا مضغوطين في الاداء وفي نص الملعب، وما كانش في ضغط يمكن هجومي مننا، رغم ان احنا جينا وقعدنا نسال وضيوفنا اكدوا لنا لازم هيكون في ضغط هجومي. انت جاي دلوقتي على ارضك، ظروفك مناسبه، كل حاجه ليك بتقول لك يلا العب ويلا ادي، يلا احنا في ظهرك 70,000 متفرج. وعايز اقول لك ان كان اسلوب وشكل راقي للغايه، لكن حضراتكم عارفين الهدف برضو على الارض بيكون يعني ما بيتحققش بسهولة، خصوصا احنا بنلاعب تاني، وهنرجع نقولها انت بتلاعب السنغال. السنغال برضو يعني منتخب تقيل 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 جدا. طب العودة هتبقى عاملين ازاي؟ هل احنا رايحين مطمنين ولا لا؟ احنا مطمنين نسبيا، يعني مع الوضع طبعا في الاعتبار اننا نخلي بالنا واللعيبة ان هي برضو يعني تنزل تنفذ كل تعليمات كيراشو زي ما هو قايل بالظبط. هو قال ان احنا هندافع هناك، ومش معنى كده ان احنا يعني هندافع بس احنا هو ده فكره، هو ده اللي هو عايزه. فانت بتواجه برضو اقوى منتخب في افريقيا وعنده افضل لاعبي العالم، وقلنا الكلام ده قبل كده، يعني ما هوش منافس بسيط، والماتش ده كمان هدفه في الاول في الاخر هو الوصول للمونديال. فباذن الله نقدر ان احنا نفرح يوم الثلاث، خلاص يعني بيفصلنا 48 ساعه. مش صعبه على مصر ابدا، مش صعبه على منتخب مصر ابدا. ولو رجعت بتاريخ منتخب مصر، تاريخ منتخب مصر يسمح له ان هو يبقى عنده هذا الامل وكل شيء، ويبقى عندنا اطمئنان كمان، رغم ان احنا في الذهاب ما حققناش افضل شيء يا كريم. بس خليني اقول برضو تاني، الموضوع مقلق. دي وجهه نظري المتواضعه جدا. الماتش بعد ما انتهى يعني كتير جدا من الاراء انقسمت واختلفت، وفي بعض الاحيان كانت في اراء متضاربه ومتناقضه 180 درجه. البعض مننا كان بيتكلم على الماتش ده وكاننا كنا بنلعب ماتش ودي مع فريق متوسط المستوى، وكان عايزنا ان احنا نهاجم ونجيب 3-4-5 تجوال. طب الكلام ده هل يعني يعقل في حال ان احنا بنلعب منتخب تقيل بالشكل ده، كل خطوطه تقريبا مدججه بافضل عناصر من الخمس دوريات الاوروبيه الاكبر على الاطلاق؟ ما اعرفش، احنا يعني برضو في ناس كانت من اصحاب المقوله اللي ابتدت تنتشر نسبيا في الفتره الاخيره وتتقال على مباريات بعينها لما يكون ليها ملابسات وظروف خاصه جدا، يقول لك ايه هذه المباراه تكسب ولا تلعب. تاني احنا طبعا بنتمنى ان المباريات اللي احنا نكون طرف فيها كمنتخب مصر تكسب وتلعب، ونبقى ماشيين يعني مبسوطين مش بس بالفوز. طبعا الفوز في هذه المرحله اكيد يعني فضل وعدل، ويعني ايه حتى الجول اللي جه ده ممكن يتوصف باوصاف كتيره من ضمنها ان هو من عند ربنا، لكن في نهايه المطاف احنا كجماهير كنا نفضل اكيد بطبيعه الحال ان احنا نكون مطمنين اكتر على اللي جاي في ضوء اللي احنا شفناه في الماتش اللي فات. ومع هذا برضو في راي تاني بيقول ان احنا عملنا ماتش جيد الى حد كبير، قدرنا بنسبه كبيره ان احنا نخرج بالنتيجه اللي احنا عايزينها، وده في حد ذاته نجاح لكيراش ولكل اللعيبه اللي كانت معاه. في اللي يقول لك ان احنا كنا بندافع بس، وفي اللي هيرد عليه ويقول له يا اكسلانس ده المدارس الدفاعيه في كره القدم بيقودها كبار مدربي العالم، ويا ما شفنا فرق كبير في اوروبا بصفه خاصه على فكره يعني بتقع تمام بسبب ان عندهم خط هجوم قوي اخر حاجه، لكن خط الدفاع في بعض الاحيان ما بيكونش موجود، فما تجيش النتيجه في الاخر على هوا الجماهير. لكن انت الى حد كبير منتخبك عمل ماتش تكتيكي وافسد كل الجمل تقريبا الهجوميه لمنتخب السنغال، ولسه باذن الله يوم الثلاث الجاي يا رب ان شاء الله كلنا نفرح. اكيد كلنا ثقه في لاعبتنا، عندنا امل كبير جدا فيهم وفي قدرتهم على تحقيق النصر، وخصوصا لما يكون النصر ده بيتحقق تحت ضغط، لان هي دي برضو الى حد كبير سمه من سمات منتخب مصر.
كمان لازم نتوقف عند الجماهير وروعه وجودهم في الاستاد والتشجيع الراقي والفرحه الكبيره اللي كانت بترج ارجاء الملعب بعالم مصر والنداء باسم مصر. الفرحه حلوه مفيش كلام، ونتمنى ان شاء الله ان هي تتاكد وتدعم يوم الثلاثاء الجاي يا رب. بص احنا كنا اتكلمنا الاسبوع اللي فات على النقطه دي، قلنا تحديدا نقطه الجماهير وقد ايه الجماهير برضو بيلعبوا دور مهم قوي في طبعاً انعكاس طبعاً صوره راقيه عن مصر. يعني احنا في الاول وفي الاخر دي مباراه ودي بطوله، نعم، ولكن في الاول وفي الاخر احنا عندنا رسائل معينه عايزين نوصلها. انت بتلعب باسم مصر وانت جماهير بتمثل مصر، فقعدنا نقول، ومش احنا بس، كلنا كنا بندعو انفسنا قبل ما بندعو حضراتكم، كنا عايزين المشهد يبقى راقي ومحدش يروح زي ما كنا بنشوف زمان معوش تذكره ويقف على الباب ويحاول اللي هي الاساليب القديمه دي اللي احنا اكيد بنرفضها دلوقتي، والحمد لله ده ما حصلش. يعني عايزه اقول لحضراتكم بجد اللجنه المنظمه وكل الجهات المعنيه بتنظيم المباراه دي هذه يعني هذا اللقاء الكبير اللي كان بينقله العالم كله، فعلا اكدوا ان كان في التزام شديد جدا من قبل كل الناس اللي كانت حاضره. فانا بقى عايزه اقول لكم اكيد انا وكريم شكرا ان احنا بنطلع يعني هذا المشهد، شكرا ان احنا بنهتم ببلدنا بهذا الشكل، ان احنا خايفين على صورتها، شكرا على التشجيع اللي كان من اول دقيقه للمباراه لاخر دقيقه للمباراه طبعا. شكرا حتى لما كان الاداء يمكن مش الافضل احنا كنا بنشجع وفي ظهر منتخبنا. فكل دي حاجات بصراحه بتحسب ومشهد راقي جدا. انا شايفه ان كده احنا يعني ماشيين في سير او في خطوات رائعة جدا يا كريم، ونتمنى عودة الجماهير بقى الفترة اللي جاية بشكل أساسي وبشكل رسمي في جميع المباريات. دي هتبقى نقطة تحول مهمة جدا طبعا. اكيد، والشكر موصول لتذكرتي والبرزنتيشن واستادات والشركة المتحدة، الحقيقة شغل رائع ومميز جدا، وكانوا على مستوى الحدث بالمعنى الحرفي للكلمة طبعا، إلى جانب التزام الجماهير نفسها بتنفيذ كل التعليمات والإرشادات اللي تم وضعها من كافة الجهات المعنية. وده خلانا في الآخر نشوف منظر رائع وراقي كنا بقالنا كتير جدا مفتقدين يا حضراتكم. وبإذن الله يعني هنقول إن اللي فات ده كان بشرة خير للي جاي إن شاء الله، ونشوف المزيد من الجماهير إن شاء الله اللي تنور مدرجات الإستاد وتهتف باسم مصر كالعادة. الجمهور كان فعلا هو يعني إيه روح الملعب. يعني عايزين بقى برضو نرجع نكمل كلامنا تاني عن المنتخب. بالمناسبة هم امبارح اكتفوا بمران خفيف إلى حد ما في فندق الإقامة في القاهرة بعد انضمام رامي ربيعة وعلي جبر كمان طبعا بعد إصابة محمد عبد المنعم، بنتمنى له أكيد الشفاء العاجل، وكمان بعد إيقاف الونش. كمان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كان حريص على أن هو يجتمع بيهم ويشيد بما قدموه، وأكد كمان على الدعم والثقة ومتابعة كل كبيرة وصغيرة خلال سفر وإقامة البعثة إن شاء الله في دكار. يا رب كل التوفيق لمنتخبنا، وفاضل على الحلو تكة زي ما بيقول. بس هي تكة صعبة. هو فاضل تكة بس مش أي تكة. ربنا ييسرها. يعني فاهم، تكة عن تكة تفرق. على كل حال طبعا استكمالا لسلسلة هنا الرقي في التعامل والصيت اللي النادي الأهلي حقيقي يعني مكتسبه بين كل دول العالم والدول العربية تحديدا والوفود المختلفة، خليني أقول لحضراتكم ونروح للخبر اللي جاي ده، واستقبال كابتن محمود الخطيب امبارح لوفد الاتحاد السعودي لكرة اليد برئاسة فاضل بن علي النمر رئيس الاتحاد، اللي اكد على تطلعه للعمل المشترك بين الاهلي والاندية السعودية لكرة اليد، واستثمار كمان البرامج المشتركة بين الجانبين لتطوير اللعبة. اعتقد دي خطوة يعني كويسة جدا جدا. استكمالا برضو للخبر، كابتن محمود الخطيب استقبل داخل مقر الاهلي بالجزيرة زي ما حضراتكم دلوقتي شايفين وفد كان ضم الوفد السعودي كل من زهيرة القرشي وعلي علوات وفاخر غاشي وعلي الفرج، وقاموا بجولة تفقدية داخل مقر النادي اللي شملت ملعب التتش طبعا والتطوير اللي حصل ليه، وكمان يعني عايزة أقول لحضراتكم صالتي الأمير عبدالله الفيصل والشهداء والنسب التذكاري، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية بجوار طبعا دولاب البطولات اللي احنا بنفكر نبني واحد تاني وتالت جنبه برضو بقى مزار. خلاص مزار والله. دي حقيقة. كابتن محمود الخطيب برضو حرص على إهداء الوفد السعودي درع وعلم النادي، ورئيس الاتحاد السعودي على صعيد الآخر طبعا قام بإهداء كابتن الخطيب درع الاتحاد، والتقطوا صور جماعية مع بعض، وكان مشهد راقي جدا. وإحنا دايما كده، إحنا لما بيجي لنا أي زائر بنحسن استقباله بشكل كبير جدا، وهم اللي بيكونوا عايزين يروحوا يتصوروا كمان جنب يعني دولاب البطولات والتاريخ، لأن أنت هناك أكيد لو حضراتكم أو كلنا طبعا رحنا النادي الأهلي عندك من بداية من زمان هتلاقي حاجات قديمة جدا لغايه
لغايه يومنا هذا. فانت بتتكلم ان انت مش بتشوف بس يا كريم يعني دروع ودولاب وطولات، انت بتشوف وبتمشي بالتاريخ، بتاريخ يعني طويل جدا وحافل من البطولات والجوائز، فحاجه اكيد بتاخدك لذكريات ولا نوستالجيا، حاجه اكيد عظيمه جدا. نروح بقى للطفره الانشائيه في النادي الاهلي، وزي ما حضراتكم اكيد بتتابعوا معانا احنا كل فتره والتانيه لازم ايه نقول لكم على خبر جديد، حاجه استجدت، وطبعا دايما بتكون حاجات حلوه جدا اللي بتستجد في كل فروع النادي الاهلي المختلفه. امبارح وجه مجلس اداره النادي برئاسه الكابتن محمود الخطيب الشكر للدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان لاستجابته وموافقته على اضافه انشاء مسجد وحمام سباحه جديد على المخطط الانشائي العام لفرع النادي الاهلي في الشيخ زايد، طبعا ده لتلبية رغبة كل الأعضاء وتوفير كل احتياجاتهم. بيجري حاليا تعديل القرار الوزاري الخاص بهذا الشأن بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية وكمان جهاز الشيخ زايد، كما يجري في الوقت الحالي أيضا العمل على استخراج كافة التصريحات الخاصة بإنشاء المسجد وحمام السباحة الجديد، تمهيدا إن شاء الله للبدء الفوري في عمليات الحفر والإنشاء، يعني المزيد من الخدمات اللي بتقدم لكل الناس اللي بيروحوا فرع الشيخ زايد تحديدا من النادي الأهلي، إن شاء الله هيسعدوا في القريب العاجل. خلينا برضو نتكلم أكتر وأكتر عما يدور في النادي الأهلي. تسلمت إدارة فرع نادي بس بالشيخ زايد ملاعب البادل اللي تم استيرادها من الخارج بقرار من مجلس الإدارة، ده برئاسة كابتن محمود الخطيب. المهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي قام بالإشراف على عملية بقى تدشين هنا الأجهزة وتشوينها والبدء في الترتيب والتجهيز لتركيبها عشان يتمكن الأعضاء طبعا من استخدامها الفترة اللي جاية. حاجة أكيد متطورة، وده النادي الأهلي تاني. هنرجع نقول لما بنيجي نشكر في حد، اما بنيجي نشكر في حاجه احنا بنحبها، بنشكر على اساس، مش بنشكر من فراغ. لما نيجي نتكلم عن نفسنا ان احنا يعني من افضل الانديه ومن افضل الانديه مش بس في مصر ولا الوطن العربي، كمان في افريقيا، ده بيبقى راجع لحاجات كتيره جدا، منها تاريخ بطولاتك والرياضات المختلفه والرانكينجز بتاعتك، وايضا المنشات على ارضك وعدد الاعضاء اللي عندك، وكل شويه انت بتواكب التطور اللي بيحصل. لما يجي يتقال مثلا، لان في انديه كتير يا كريم عندها البادل، والبادل دي على فكره مش حاجه قديمه، دي حاجه حديثه برضو في نوادي معينه في مصر. ما اجي اتكلم ان انا النادي الاهلي، انا عايز ما بيبقاش عندي حد يعلو عليا في اي رياضه او في اي شيء، فانا بروح اشوف ايه اخر حاجه، بركز مع الجديد دايما. البادل دخل النادي الاهلي، فاعتقد دي برضو حاجه كويسه جدا ورياضه جميله وناس كتير جدا وفي اقبال شديد عليها في الفتره الاخيره. ف حلو، كل ده حلو وجميل. كمان استكمالا للكلام عايزين نقول لحضراتكم ان المهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي مجلس اداره النادي قال ان العمل بيجري حاليا على قدم وساق لانجاز العديد من المشروعات الانشائيه على مستوى جميع الفروع، حيث يشهد الملف الانشائي بالنادي طفره يعني متواصله في ضوء توجيهات مجلس الاداره للانتهاء من كافه هذه المشروعات وفقا لما تم الاتفاق عليه مع كل الشركات المنافسه. اوضح كمان ان فرع النادي الاهلي في الشيخ زايد سوف يشهد طفره متميزه، حيث تم تجديد ارضيات ملاعب التنس بالكامل وتنجيل ملاعب كره القدم الجديده باحدث اجيال النجيل الصناعي على مستوى العالم. كمان بيجري العمل حاليا لاتمام انشاء الجيم الجديد مع استمرار العمل في المبنى الاجتماعي واماكن انتظار السيارات. كمان تم الانتهاء من تجديد ارضيات ملاعب التنس بالكامل وايضا تنجيل ارضيه ملاعب كره القدم الجديده باحدث اجيال النجيل الصناعي على مستوى العالم، كل ده في اطار الخطه اللي وضعها مجلس الاداره طبعا لاستكمال كافه احتياجات فرع الشيخ زايد اللي بيشهد ايضا اعمال مكثفه لاتمام انشاء المبنى الاجتماعي الجديد واماكن لانتظار السيارات. طفرة إنشائية بالمعنى الحرفي للكلمة يا حضرتك. أنا فاكرة أهلي الشيخ زايد لما أنا رحت مرة واحدة، ما أعرفش أنت رحت بعد كده ولا لا. عملنا البرومو هناك. فأول أنا وكريم خالص يعني انضمينا قناة الأهلي، فكل واحد من المذيعين بيصور برومو 10 الصبح في الأهلي، صورناه في أهلي الشيخ زايد. وقتها حتى كان لسه التطوير اللي هو واصل دلوقتي بعد سنه ونص بنتكلم او خلاص داخلين في سنتين ما كانش للليفل ده، بس عايز اقول لكم كانت حاجه برضو مشهد كان كويس جدا، كانوا لسه الفود كورتس بتتعمل وحاجات زي كده، بس لا النادي واسع جدا وكبير جدا واعضاء هناك كتيره جدا والتراك حلو قوي والملعب بتاع الكوره، لا فعلا كان حلو فعلا صحيح. خلينا بقى نروح للمؤتمر السنوي، وانا بقول لحضراتكم النادي الاهلي سباق في حاجات كتيره. المؤتمر السنوي هنا لقسم الايه بقى؟ فيسيولوجي بكليه طب قصر العيني، واللي ناقش فيسيولوجي لازم نقف هنا، لازم نقف هنا. فيسيولوجي كريم قال لك فيس
طب كمل انت الخبر بقى. لا ده الخبر عندك. طب ما انت اللي لخبطتني. لا انا سكت اهو. حتى هشرب ميه حتى شوفي. طيب فسيولوجيا الرياضه وتطبيقها الاكلينيكي. طب ما تيجي نشوف يعني ايه ونرجع نكمل، عشان اكيد ناس كتير دلوقتي مش فاهمه يعني ايه، يمكن احنا كمان مش فاهمين يعني ايه. خلينا نروح نتابع. المؤتمر الحقيقة بيهتم بالطب الرياضي، بالرياضة عامة للمواطن المصري، وهي الحقيقة كان نابع عندنا من توجهات الدولة العليا وتوجهات سيادة الرئيس بأنه ضرورة الاهتمام بالرياضة للمواطن المصري. احنا في صدد ان احنا يبقى نعمل ان شاء الله بإذن الله مشروع قومي، نفسنا ان احنا نعمل قياسات فسيولوجية لكل مواطن في مصر، بحيث ان احنا نقدر نعرف الساعة الوظيفية بتاعت كل واحد، والكارديو بالمونري فانكشن يعني قياسات القلب وقياسات الرئة الوظيفية، بحيث ان احنا يطلع لنا النتائج واحصائيات على المواطن المصري، ونقدر نطلع باستنتاجات وتوصيات محترمة على دراسات علمية. النادي الأهلي كان له الشرف أن يدعى من قبل المؤتمر، وده طبعا تقديرا لدور النادي الأهلي سواء المجتمعي أو في الطب الرياضي في مصر. وإحنا طبعا قبلنا الدعوة بعد عرضها على الرئيس النادي كابتن محمود، ورحب ترحيب شديد، وبالعكس وشكر كمان المنظمين للمؤتمر، وإن شاء الله يكون لنا يعني دور فعال في المؤتمر بإذن الله، ونستفيد من وجودنا ونستفيد إن شاء الله للمستقبل إن شاء الله. المؤتمرات الطبية حضرتك عارفة طبعا دائما فيها إضافة علمية، ودائما بتقدم فيها بيبرز ومقترحات جديدة وأفكار جديدة. لازم النادي الأهلي يستفيد من ذلك، ولازم النادي الأهلي يستفيد من وجوده في مؤتمر زي ده إن شاء الله للمستقبل، إن هو يعمل مؤتمرات أكبر. بنتمنى إن شاء الله إن المؤتمر النهاردة يكون بداية تعاون بيننا وبين القصر العيني اللي هو كلية الطب العظيمة المصرية، في مستقبل إن شاء الله الطب الرياضي اللي احنا بنتمنى إن هو يتطور تطور كبير في الفترة اللي جاية إن شاء الله. يعني تشرفكم هنا النهاردة ده مشاركة كبيرة جدا، يعني الحقيقة احنا النادي الأهلي ده تعتبر يعني من النوادي اللي هي أساس الرياضة في مصر، مش في كرة القدم بس، في كل أنواع الرياضيات. والحقيقة مشاركتكم أن أنتوا يعني ساعدتونا أن احنا ندخل موضوعات كتيرة خاصة بالرياضة في هذا المؤتمر إن شاء الله. الطب الرياضي بقى ليه مفهوم جديد خالص، العالم كله دلوقتي بقى بالنسبة للطب الرياضي بيغطي علاج أمراض مزمنة، الاهتمام بالمسنين، الاهتمام بالأطفال، الستات، صحة النساء يعني، والطب الرياضي اللي هو صناعة الأبطال بمعنى أصح. إحنا حابين نوصل للناس الفكرة دي، وبالتالي إحنا المؤتمر شغالين عليه بقالنا سنة، في السنة دي يعني مجهود كبير جداً، بحيث ان الناس تعرف المفهوم الجديد للطب الرياضي. مشاركه النادي الاهلي بالنسبه لنا كانت حاجه كبيره جدا يعني. النادي الاهلي طبعا يعني طول عمره موجود في المجتمع يعني بصوره يعني كل الناس بتحبه وكل الناس لمسه ده. وطبعا انا بهدي برضو المعلومات دي للبنات الاهلاويه، يعني لان برضو في نسبه بنات كتيره اهلاويه، وانا بحب النادي الاهلي جدا جدا يعني. الحقيقه ده كان جزء مهم في المحاضره بتاعتي، ان انا قلت ان الرياضه يعني مهمه جدا للصحه العامه بتاعت الانسان، ومش ممكن هتتمتعي بجلد صحي او بشره صحيه وانت صحتك مرهقه وتعبانه، او عندك انيميا، او عندك نقص فيتامينات، او يعني البلاد سيركيوليشن بتاعتك او الدوره الدمويه مش واصله للجلد. ده كله طبعا بيحسنه الرياضه، غير ان هي بتزود الحرق فبتخلي جسمنا رشيق، غير ان هي بتشد الجلد فبتمنع السيلوليت والستريتش مارك، غير ان هي بتحسن مودنا جدا، واحنا عارفين ان الواحد لما يكون موده مرتفع اكيد ده بيبان على جمال البشره بتاعته. والله والنادي الاهلي يعني دايما بيبقى سباق في موضوع الطب الرياضي، فاحنا كنا حابين طبعا ان هو يعمل لنا سبورت، يعني اي حد شارك معانا سواء وزاره الشباب والرياضه والنادي الاهلي طبعا عمل لنا سبورت ودعم يعني رائع يعني، وبيأكد الفكرة بتاعتنا ان احنا عايزين نهتم بالرياضة وبالطب الرياضي، فدي حاجة بالعكس جميلة جدا يعني من النادي الأهلي.
طيب تعالوا بقى نروح دلوقتي لايف فيو اخر تدريب للمنتخب، منتخب مصر طبعا قبل السفر للسنغال، ومعلومات حابين ان احنا اكيد نتعرف عليها من مراسلنا العزيز محمد توفيق. يا توفيق صباح الخير عليك طبعا، وصبح لنا على اللعيبه وصبح لنا على كل الناس اللي عندك، وخلينا نطمن منك كده، انقل لنا الصوره كاننا قاعدين معاك بالظبط، ايه اللي بيحصل، ايه اللي حصل من بدايه اليوم كواليس برضو هذا التدريب، لو كان في اي نقاشات تمت يعني على برضو الهامش او على الجانب خلينا نتطلع ليها. اتفضل يا توفيق. صباح الخير يا نهاوند، صباح الخير يا كريم، تحياتي ليكم كل مشاهدي 10 الصبح في الاهلي. يعني زي ما انت قلت انا معاكم بالفعل من هنا من استاد 30 يونيو في التجمع الخامس والتدريب الرئيسي والاخير لمنتخب مصر قبل السفر ان شاء الله في تمام الرابعه عصر اليوم للسنغال على متن طائره خاصه، طبعا ده عشان توفير الراحه للاعبين وعشان تكون الرحله بشكل مباشر وعدم هبوط الطائره في اي مكان للتزود بالوقود، طبعا ده لضيق الوقت بين المباراتين. يمكن المباراه الاولى اللي منتخبنا الحمد لله فاز فيها بهدف بدون مقابل، ان شاء الله المباراه الثانيه يوم الثلاثاء المقبل ان شاء الله في تمام السابعه مساء بتوقيت القاهره، الخامسه مساء بتوقيت دكار. يمكن البرنامج بتاع المنتخب والاعداد بدا من يوم المباراه نفسها، يمكن مستر كيروش في بادره طيبه، اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراه تم خوض مرانهم في ملعب استاد القاهره عقب المباراه مباشره. يمكن امبارح فضل الجهاز الفني ان يكون تدريب استشفاء خفيف طبعا للاجهاد اللي بيخوضوا اللاعبين في الفتره القليله بين المباراتين، فكان التدريب امبارح في فندق الاقامه تدريب استشفاء خفيف. يمكن اهم مميزات التدريب هو انضمام رامي ربيعه مدافع النادي الاهلي وعلي جبر لمنتخب مصر طبعا بدلا من محمود حمد الونش لخروجه من القائمه بسبب الحصول على انذار الثاني، وكمان اصابه لاعبنا محمد عبد المنعم اللي بنتمنى له كل الشفاء باذن الله رب العالمين. كمان يمكن اتحاد الكره قرر سفر محمود حمد الونش برغم عدم خوضه المباراه ولكن ليكون موجود مع قوام الفريق ومؤازره الزملاء وفي هذه المرحله المهمه. يمكن كمان كان السمه الرئيسيه في المران امس هو حضور الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه للتدريب والشد من اذر اللاعبين، طبعا هنأهم على الفوز في المباراه الاولى وشد من اذرهم وطلبهم بالتركيز لمده 90 دقيقه تفصلنا على الحلم والوصول لمونديال قطر 2022. يمكن بقى برنامج النهارده زي ما سالت يا نهاوند الفريق، يمكن وجبه الافطار كانت في الصباح المبكر، بعديها هنا المران زي ما قلنا ده الرئيسي والاخير قبل السفر. المران يمكن في اللحظات اللي بكلمكم فيها دلوقتي يعني شغال، ان شاء الله من بعده اللاعبين هيتوجهوا لفندق الاقامه لتناول وجبه الغذاء، ومن بعدها التوجه لمطار القاهره لاستقلال الطائره ان شاء الله المسافره الى دكار. زي ما قلنا رحله خاصه بدون توقف من القاهره لدكار مباشره طبعا لتوفير الراحه للاعبين. خليها كلامك يعني كمان اكلمكم عن برنامج الفريق في السنغال ان شاء الله. يمكن الفريق هيوصل النهارده في ساعه يعني مبكره من مساء اليوم للسنغال، هيكون في راحه طبعا ما فيش اي تدريبات النهارده تاني، بكره هو تدريب وحيد بس هيخوض المنتخب الوطني في السنغال على ملعب المباراه ملعب عبد الله واد، ودوت ملعب لاول مره هتقام عليه مباراه رسميه، هتبقى مباراه مصر والسنغال زي ما قلنا الخامسه مساء بتوقيت دكار السابعه بتوقيت القاهره. يمكن بس مباراه وحيده لعبت على هذا الملعب كانت مباراه استعراضيه ما بين اساطير افريقيا واساطير العالم يعني مطلع الشهر الجاري، ولكن دي ان شاء الله هتكون اول مباراه. الملعب طبعا يسعى ل 50,000 متفرج، ان شاء الله يبقى وشه خير على منتخب مصر ويحقق اول فوز في تاريخه في السنغال. عايز اقول لك كمان يمكن السفيره المصريه في دوله السنغال الشقيقه يمكن السفيره نهى خضر سفيره مصر في السنغال اتكلمت وطمنت الجهاز الفني واللاعبين هنا في مصر، قالت لهم ان في يعني تنسيقات بشكل كبير جدا ما بين مصر وما بين الجانب السنغالي. يمكن كمان يوم الثلاثاء يعني يوم عمل عادي في السنغال فطبعا ده بيبقى فيه زحام كتير، لكن عايز اقول لكم ان يوم المباراه اللي كانت يوم الجمعه هو يوم عمل عادي في السنغال. يمكن الرئيس السنغالي ماكي سال اعطى يعني زي ما بنقول اجازه نص يوم لكل الموظفين في الدوله هناك وكل العاملين في السنغال، بدل ما ينصرفوا في الخامسه مساء تم انصرافهم في 11 صباحا. اعتقد ان يوم الثلاثاء كمان مش هيبقى نص يوم، اعتقد ان الشعب السنغالي كله هياخد اجازه وده هيبقى حاجه كويسه جدا للمنتخب في تحركاته، خاصه ان فندق اقامه الفريق يبعد عن ملعب المباراه اللي هيخوض عليه الفريق سواء المباراه او التدريب الاخير بحوالي 60 كيلو متر، فان شاء الله ما يكونش فيه زحام ويكون يوم اجازه ويقدر المنتخب يوصل بكل سهوله. كل الاجواء هنا مهيئه للحاله المعنويه اكثر من رائعه، طبعا يمكن كان في كلام كتير جدا مع اللاعبين والجهاز الفني، الناس مش مطمئنه شويه النتيجه، لكن عاوز اقول لكم يمكن يعني من كل المباريات اللي تم خوضها في التصفيات اعتقد ان الفريق الوحيد اللي قدر يحقق الفوز على ارضه هو كان منتخب مصر. شفنا تونس بتكسب بره ملعبها مالي، الجزائر بتكسب بره ملعبها الكاميرون، تعادل نيجيريا على ارض غانا.
بص يا توفيق، انا يعني عشان انت طبعا بتسترسل في الكلام وبتقول كلام في غايه الاهميه، بس في حاجات انت بتقولها مهمه، فحابه ان انا يعني استوقفك شويه عشان نعرف مزيد من التفاصيل. اولا انت بتتكلم ان الاجواء مهيئه جدا، طبعا ان شاء الله هيبقى يوم الثلاث للمنتخب، وفكره ان ملعب جديد فان شاء الله يكون وشه كويس علينا، تمام. بس خليني اعرف منك برضو يعني الاجواء في الشارع عامله ازاي، دي حاجه لو انت عندك معلومات من دلوقتي، كيف ترى الصحافه برضو هناك هذا اللقاء المرتقب، الجو هيبقى عامل ازاي عشان نطمن برضو. هو اعتقد الماتش هيبقى بتوقيتنا هنا تقريبا 5:30 حاجه زي كده، او انت صلح لي. الحاجه الثالثه، انت اتكلمت سريعا عن الروح المعنويه للمنتخب المصري، ولكن انا عايزه مزيد من التفاصيل حول هذه النقطه، لان احنا كنا بنتكلم كلنا ان في مباراه الذهاب لو قدرنا ان احنا نفوز على ارضنا ممكن نكون رايحين بروح معنويه مرتفعه جدا، وده يدينا الثقه وربما يبقى له تاثير كبير على الارض في مباراه الاياب. البعض هنا في مصر، خليني انقل لك الصوره برضو يعني عشان تبقى واصله لك، بيتكلم ان مش دي الروح المعنويه اللي احنا كنا متوقعينها، لان ربما حققنا الفوز لكن لم نحقق الاداء الافضل. البعض الاخر بيرى دي مش مباراه اداء خالص، انا كنت عايزه اخش احصل على حاجات معينه وحصلت عليها. فخليني اعرف منك اكتر لو نركز على النقاط دي. اتفضل يا توفيق. بالفعل يا نهاوند، زي ما انت قلت يمكن هبدا لك بنبض شارع السنغال والصحافه السنغاليه من بعد المباراه. يمكن طبعا في تخوف كتير جدا في الجانب السنغالي، انت بقى عندهم مشكله ان منتخب السنغال بيلعب 120 دقيقه قدام منتخب مصر في نهائي كاس الامم الافريقيه، 90 دقيقه هنا في استاد القاهره، 210 دقيقه منتخب السنغال لم يستطيع يعني زي ما بيقولوا الوصول لشباك منتخب مصر، وان شاء الله لا يستطيع كمان في مباراه العوده يوم الثلاثاء. يمكن ده اثار تخوف كبير جدا ما بين جماهير السنغال. يعني يمكن ابرز التصريحات او ابرز العناوين اللي طلعت في الصحافه السنغاليه عقب المباراه مباشره كانت المصريين ينتقمون لهزيمتهم في نهائي كاس افريقيا امام السنغال، وده يمكن زي ما قلنا منتخب مصر حقق الفوز. يمكن السنغال في حاله من عدم الفعاليه الهجوميه، والحمد لله ان شاء الله تستمر، ده عامل قلق كبير جدا. يمكن خلى كمان المدير الفني منتخب السنغال اليو سيسي يطلب ان مشجعين السنغال طلبهم يعني زي ما قال كده نصا، قال ان طلبتهم بالتشجيع بتعصب زياده شويه اثناء مباراه مصر. كلمتيني كمان على درجه الحراره، يمكن المباراه هتبقى السابعه بتوقيت القاهره، الخامسه مساء بتوقيت السنغال، درجة الحرارة لن تقل بأي حال أحوال عن 35 درجة مئوية في هذا التوقيت من العام في داكار. أنا يعني بإذن الله يكون كل حاجة مهيئة إن شاء الله منتخب مصر يحقق نتيجة إيجابية. بتتكلمي كمان عن ردود فعل الشارع، طبعا الناس ممكن ما تكونش راضية على الأداء، بس طبعا مش عاوزين نغفل إن إحنا زي ما قلت لك بلعب منتخب السنغال هو الأفضل في أفريقيا ومن أفضل 20 منتخب على مستوى العالم. كمان زي ما قلت لك يمكن كل النتائج اللي هتبص دوت دور فاصل، كل المنتخبات يعني المتأهلة ليه على مستوى عالي جدا، يمكن كل منتخبات التصنيف الثاني ما حدش اللي هم لعبوا زي ما بنقول مباراة الذهاب على ملعبهم منهم منتخب مصر لم يحقق أي فريق الفوز على ملعبه. كل النتائج زي ما انت شفت يمكن فرق هدف واحد. ان شاء الله منتخب مصر قادر ان شاء الله على العوده بنتيجه ايجابيه وتحقيق كل حلم المصريين والوصول لكاس العالم باذن الله. الكلمه ليكم يا توفيق، كلنا امال ويعني 100 مليون واكتر اكيد بيتمنوا الكلام ده. شكرا ليك جدا، ويا رب يرجعوا لنا ان شاء الله بالف سلامه وبالنتيجه فعلا المرجوه يا رب ان شاء الله. طيب نستكمل مع حضراتكم بقى اخبارنا الحلوه المفرحه المتعلقه بالفرق الرياضيه المختلفه في النادي الاهلي. فرق سباحه النادي الاهلي توجت بالدرع العام لبطوله الجمهوريه اللي اقيمت مؤخرا داخل استاد القاهره الدولي، ده طبعا حصل بعد ما حققت فرق النادي بمختلف فئاتها السنيه أرقام في منتهى التميز في هذه البطولة. كمان فريق الجمباز في النادي الأهلي تحت سن 9 سنوات للناشئات توج ب 17 ميدالية متنوعة ضمن منافسات بطولة الجمهورية، نجحت 11 لاعبة من النادي الأهلي في التتويج بالميدالية الذهبية، طبعا ده رقم مشرف جدا، وفازت 5 لاعبات بالميدالية الفضية فيما فازت لاعبة بالميدالية البرونزية. مليون مبروك ليهم وطبعا ولكافة الأجهزة الفنية المعاونة ليهم. حاجة مفرحة طبعا جدا جدا جدا، ومزيد من التألق إن شاء الله في الفترة كمان اللي جاية. احنا هنطلع فاصل لحضراتكم ونرجع بعديها عشان نكمل كلامنا، خليكم معانا. عودة لعشرة الصبح في الأهلي، أهلا بكم مرة ثانية. خلونا نروح ونتابع آخر الأخبار والمستجدات في النادي الأهلي وفرقه المختلفة من خلال زميلتنا العزيزة منة إبراهيم. منة موجودة حاليا في مقر النادي الأهلي في الجزيرة. منة صباح الفل عليك، اتفضلي.
يا صباح الخير عليك يا كريم. صباح الخير يا نهواند، وبصبح اكيد على كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد في بدايه الاسبوع من 10 الصبح في الاهلي، واكيد كمان اخبار رياضيه اهلاويه كمان جديده. خلوني في البدايه ابتدي بالفريق الاول لكره القدم واللي بيعود لتدريباته النهارده مره ثانيه الساعه 1:30 ان شاء الله الظهر على ملعب مختار التتش بعد الراحه اللي كانت لمده 8 ايام. النهارده الفريق هيرجع تدريباته بشكل طبيعي ان شاء الله، يمكن الفريق كامل ما عدا طبعا الدوليين واللي منهم كمان رامي ربيعه اللي تم استدعائه امس للمنتخب الوطني طبعا علشان تعويض غياب محمد عبد المنعم اللي كان اصيب في مباراه مصر والسنغال الاخيره، واللي يعني يمكن دكتور احمد ابو عبله كان قال ان ما كانش في داعي لتدخل الجراحي علشان يردوا العظمه اللي في الانف، كان بس تحت تاثير البنج تم رد العظمه المصابه في الانف، وان شاء الله ان هو عده ايام بس وهيرجع ان شاء الله للتدريبات مره ثانيه طبيعي. طبعا هيبقى تدريب حذر مع الفريق في خلال الايام المقبله، هيبقى في واقي على الانف علشان يقدر ان هو ينزل التدريبات بشكل طبيعي ان شاء الله. ان شاء الله كمان يقدر ان هو يرجع او يلحق بمباراه طبعا النادي الاهلي والهلال يوم الاحد القادم ان شاء الله. تدريب النهارده كمان هينضم له محمد هاني اللي كان عنده او بعد شفائه اصابته في شد في العضله الضمه، وكمان بيرسي تاوي اللي كان عنده كدمه بسيطه في الركبه. اما باقي فرق الرياضيه المختلفه خلونا نبتدي برجال كره السله اللي عندهم راحه لمده 3 ايام من النهارده، وهيعودوا ان شاء الله لتدريباتهم بشكل طبيعي يوم الاربعاء القادم استعدادا للدور نصف النهائي من بطوله دوري السوبر. كمان رجال الطايره النهارده مستمرين في تدريباتهم بشكل طبيعي استعدادا للدور نصف النهائي من بطوله الدوري. اما سيدات السله النهارده فراحه من التدريبات بعد فوزهم على هليوبلس في دور نصف النهائي من دوري السوبر بنظام بيست اوف 3 واللي انتهى 2-1 لصالح النادي الاهلي. اول مباراه جمعت بين النادي الاهلي وهليوبلس انتهت ب 92-82 للنادي الاهلي، والثانيه المباراه الثانيه قدر يتعادل فيها نادي هليوبلس وخلصت بنتيجة 71-70 لنادي هليوبلس. أما المباراة الثالثة واللي كانت فاصلة علشان تحدد مين هيصعد للدور النهائي وهيواجه نادي سبورتنج كانت لصالح النادي الأهلي، انتهت بنتيجة 70-63 صعد النادي الأهلي للدور النهائي وهيقابل إن شاء الله نادي سبورتنج يوم 5 إبريل بنظام بيست أوف 5. اما كره الطايره سيدات عندهم مباراه بكره ان شاء الله مع نادي وادي دجله في الدوري، والنهارده هتكون اخر تمرينه او اخر بروفا قبل الماتش ان شاء الله، اكيد هيتكلموا من خلالها وهيعدوا الفريق بشكل قوي ان شاء الله المباراه القادمه من الدوري. اما كره اليد سيدات فالنهارده راحه من التدريبات بعد فوزهم على نادي سبورتنج بنتيجه 21-29 ضمن منافسات المرحله الثانيه من الدوري، والمباراه اللي جايه هتكون يوم الخميس ان شاء الله مع نادي الجزيره. نهواندو كريم، دي كانت كل اخبارنا من نادي من داخل النادي الاهلي هنا بالجزيره، بشكركم جدا والعوده اليكم مره ثانيه في الاستوديو، اتفضلوا. احنا اللي بنشكر جزيل الشكر زميلتنا العزيزه منى ابراهيم على هذه التغطيه، ودلوقتي نروح بقى مع حضراتكم الى الصحافه الرياضيه. شايف الجو الحلو والتوافد العضلي، الساعه كام دلوقتي؟ 11 الا ربع، يعني يمكن برضو بدري، برضو ده يعتبر يعني ساعات مبكره، لكن الاقبال من قبل الاعضاء الاعمار المختلفه، يمكن كمان شفنا اعمار مختلفه موجوده، والجو اعتقد ابتدى يتحسن بشكل كبير جدا. خلينا دلوقتي نروح زي ما كريم قال مقر جريده اليوم السابع ومراسلتنا العزيزه نورهان طمان عشان نتابع معاها اهم الاخبار الرياضيه في الصحف والمواقع. ويعني طبعا صباح الخير في البدايه يا نورهان، صباح الفل عليكي، وانت لسه صاحيه شكلك. المهم هي غالبا لسه نايمه. والله كلنا على كل حال، بس عايزه اروح معاكي اليوم السابع لان العنوان مهم، يعني فكره هنا برضو الحديث من قبل سفيره مصر بالسنغال. سيادة السفيره لما اتكلمت بتقول المسافه بين مقر اقامه المنتخب والملعب طويله بسبب قله الفنادق، يعني اهو في برضو بعض مش هقول المشاكل ولكن المعوقات الموجوده ربما اللي هيقابلها يعني المنتخب. خلينا نعرف ونعرف تفاصيل اكتر ونستفسر منك اكتر يا نورهان، اتفضلي. يا صباح الخير يا نهاوند، وصباح الخير يا كريم، وصباح الخير على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. احنا هنا زي ما قلت يا نهاوند من مقر جريده اليوم السابع، نطلعكم على ابرز واهم الاخبار الرياضيه الصادره صباح اليوم. وزي ما قلت يا نهاوند، واول خبر معانا من موقع اليوم السابع
طبعا عن منتخب مصر ومباراته الهامه ان شاء الله المنتظره يوم الثلاثاء المقبل في اياب طبعا المباراه الفاصله اللي هتحدد ان شاء الله ان شاء الله صعود منتخب مصر لمونديال 2022 المره الثانيه على التوالي. خلينا نقول المنشط اللي معانا من اليوم السابع: سفيره مصر بالسنغال، المسافه بين مقر اقامه المنتخب والملعب طويله بسبب قله الفنادق. طبعا زي ما قلت يا نهاوند ان السفيره نهى خضر سفيره مصر بالسنغال قالت انه يعني يمكن في عدد مش كبير من الفنادق، وبالتالي الفندق اللي بيقيم فيه منتخب مصر مش قريب قوي في المسافه من للملعب، ولكنها اكدت على انه قريب من ملعب التدريبات، وده برضو شيء ايجابي. كمان نفت وجود اي ازمات في ملعب المباراه، وقالت انه كل الاخبار المتداوله عن عدم جاهزيه ملعب المباراه غير صحيحه. وتاني خبر معانا من موقع يلا كوره: مثل النموذج الجزائري هل يوجه مصر او منتخب مصر القضيه لمنتخب السنغال؟ يمكن تقرير يلا كوره سلط الضوء على مواجهه السنغال ومصر طبعا زي ما قلنا الفاصله يوم الثلاثاء المقبل، طبعا بعد فوز منتخبنا هنا على استاد القاهره يوم الجمعه الماضي بهدف دون رد. يمكن كمان تقرير يلا كوره قال انه هل يوجه منتخب مصر القضيه لمنتخب السنغال مثل منتخب الجزائر في نهائي كاس الامم الافريقيه في 2019؟ واستدل تقرير يلا كوره على مواجهه مصر مواجهه السنغال والجزائر في دور المجموعات، وانه الجزائر كانت كسبت السنغال بهدف دون رد في طبعا المباراه اللي كانت ما بينهم. وتقرير يلا كوره بيقول انه منتخب مصر ان شاء الله يستعد لتوجيه القضية لمنتخب السنغال، ويكفي التعادل فقط في المباراة القادمة، ولكن يعني طبعا لو سجلنا هيكون أفضل. ومن موقع الشرق الأوسط: الأرجنتين تحافظ على سجلها خالي من الهزائم وتتخطى فنزويلا في تصفيات المونديال. سجل النجم ليونيل ميسي هدف في فوز منتخب الأرجنتين أمس على نظيره فنزويلا في المباراة اللي انتهت بفوز الأرجنتين بثلاث أهداف مقابل لا شيء، وطبعا ده عزز صدارة يعني عزز يعني صعود منتخب الأرجنتين اللي كان معروف سابقا ان هو نجح في التأهل للمونديال 2022، ولكن المباراة كانت تحصيل حاصل. اما اخر خبر معانا فمن موقع روسيا اليوم: فوز اساطير برشلونه على اساطير ليفربول بهدفين مقابل هدف، وده طبعا كان داخل انفيلد. وكمان خلينا نقول لكم انه طبعا في نجوم كانوا امس كانوا وحشونا جدا لنجوم ليفربول ونجوم برشلونه في مباراه خيريه اقيمت مساء امس بين ليفربول وبرشلونه على ملعب انفيلد، فاز فيها فريق برشلونه بهدفين مقابل هدف. يمكن الهدف الوحيد اللي سجله ليفربول هو نجم ليفربول السابق ستيفن جيرارد، بينما الشوط الثاني نجح البرازيلي ريفالدو طبعا النجم البرازيلي نجم برشلونه السابق اللي كلنا بنحبه ويمكن تابعناه في طبعا مباريات كتير جدا قبل اعتزاله، حقق يعني هو اللي اضاف الهدف الثاني لفريق برشلونه من ركله جزاء. دي كانت ابرز اخبارنا هنا من موقع وجريده اليوم السابع، شكرا لكم جدا وعوده مره اخرى الى الاستوديو. تغطية منك يا نورهان كالعادة أكثر من رائعة، بنشكرك عليها جدا جدا، شكرا جزيلا. على كل حال خلينا نروح فاصل نرجع نكمل مع حضراتكم أولى فقراتنا الحوارية مع الأستاذ سامي بعد الفاصل. يا أهلا بكم مرة تانية. طبعا احنا عندنا كلام كتير جدا نتكلم فيه بخصوص المنتخب، وعلى فكرة مش هنتكلم في الموضوع ده بس في حلقة النهاردة، لا ده هيكون حديث مطول وعلى مدار الأسبوع بالكامل، وتحديدا مباراة الإياب امام السنغال، ده اللي هنتكلم فيه دلوقتي مع ضيفنا اللي منورنا الناقد الرياضي الاستاذ سامي عبد الفتاح. صباح الفل على حضرتك. صباح الخير يا كريم. صباح الخير يا وانا. بونجور يا فندم جدا. ورحمه الله. وعايزه اروح معاك يعني معلش قبل ما نروح للاياب خلينا في الذهاب شويه، مع انهي راي؟ الناس كتير مايله لفكره ان احنا كسبنا بالحظ بدعاء الناس ال 100 مليون، احنا هناك هتبقى في صوره ممكن تبقى بسكور فينا، البعض بيشوف تصريحات كيروش غير موفقه تماما، ده جانب. الجانب الثاني بيقول لك بالعكس تصريحاته في غايه الذكاء، قدر ان هو في الاخر يكسب الصحفيين اللي فضلوا في المؤتمر غير اللي مشوا، بيقول لك هو اكيد فاهم كويس هو بيعمل ايه، هو تحدث ان هو واحد من افضل المدربين في العالم وله تاريخ كبير جدا بيمتد ل 40 سنه. حضرتك رايك ايه؟ هناخد بالنقطه الاخيره ونتكلم في تصريحات كيروش. تمام. يعني الراجل لازم يكون
باكينج يعني داعم للاعيبه بتاعته المنتخب اللي هو مسؤول عنه. ما ينفعش واحنا لسه قدامنا 90 دقيقه ثانيه وان هو يعني يحط علامات سلبيه على اي لاعب من اللاعبين او على الفريق ككل. لازم يدعمه لان طبعا المباراه من مباراه على شوطين، شوط في القاهره وشوط ابيجان. فيعني ربنا وفقنا في الفوز الاولاني ونسعى ان احنا نكون جاهزين لفوز تاني ان شاء الله. انا متفائل. هو الدعم ملوش علاقه بده او ده، يعني الكفتين اللي بقولهم لحضرتك اكيد في الاخر بيتفقوا ان هم بيدعموا المنتخب وكراش. انا بس بتكلم الوجهه النظر دي وما تحمله من بصراحه ايجابيات وسلبيات، وان وجهه النظر دي يعني بتحللها ازاي بغض النظر عن ان احنا نؤازر المنتخب؟ اكيد دي مفروغ منها. ما ينفعش يحط اي انتقادات على فرقته في الوقت الحالي. ما ينفعش خالص، لازم يكون يعني داعم لهم بقوه حتى لو هو في ضميره علامات استفهام كتير. ده بالنسبه لكيروش. كيروش بالنسبه لنا احنا، بالنسبه لنا احنا بقى كقدره دين وكجماهير يعني بنقول ان يعني الفوز مهم جدا ولو بهدف، ولكن الاداء كان عليه علامات استفهام كتيره. صحيح. جدا يعني اما اقول يعني في ماتش زي ده كبير جدا اكثر لعيب لمس الكره في منتخب مصر الشناوي. يعني معنا كده ان احنا كنا بنلعب في اتجاه غير اللي احنا عايزينه، رغم ان جمهور موجود، هدف مبكر الحمد لله كان موجود. فده عوامل مساعده ان انا يعني اكون اكثر تواجدا في الملعب واكثر هجوما. الهدف المبكر ده لو ما كانش جه تعتقد كان هتنتهي المباراه بالتعادل؟ والله السيناريوهات بقى المتوقعه بعد الهدف الافتراضي ده، يعني الهدف الافتراضي السؤال الافتراضي الهدف طبعا محقق ومؤكد يعني مختلفه. هل كنا بقى اشرس من كده شويه عشان نسعى بدعم الجمهور لتهديف وهز شباك السنغال؟ احنا في راي حضرتك ليه ما كناش من اولها بالشراسه الكافيه اللي تتماشى مع اهميه الحدث؟ احنا بنتكلم على هنسميها شوطين على حد تعبير حضرتك. شوط منهم في بلدك وعلى ارضك وفي وسط جماهيرك، مفيش اعظم من كده فرصه ان انت تتسيد الموقف من اولها. اللي حصل ان احنا فزنا، حققنا الهدف المطلوب من المباراه. ولكن هل الاداء اللي احنا فزنا بيه ده بالنسبه لحضرتك شخصيا لا مطمئن على اللي جاي؟ انا مش راضي، انا مش راضي عن مجمل الاداء، مش راضي جدا يعني. فلما بقول ان هذه زي ما بقسمها شوطين ان احنا ده في رصيدنا، الهدف في رصيدنا نقدر نعمل بيه حاجات كثيره جدا في الماتش الثاني في ابيجان يوم الثلاث. ان احنا يعني بس يكون اللعيبه على قدر من مستوى المسؤوليه والشراسه، بعض والشراسه المطلوبه يعني طبعًا. لان كنا منتخبنا كان ناعم جدا بعد الهدف يعني مش على مستوى، رغم ان بعض اللاعبين كانوا مميزين جدا زي عمر جابر، زي الشناوي، محمد صلاح، تريزيجيه احيانا. انما يعني عايزين نقول ان كان ممكن نقدم احسن من كده بكتير مع بدعم جماهيرنا، وان ده ملعبنا وفرصه في ايدينا، كانت الفرصه في ايدينا ان نجيب هدف تاني على الاقل. لكن احنا سيبنا لهم الملعب بشكل يعني ازعجنا كثيرا، استحواذ غير عادي يعني ازعجنا كثيرا. الشناوي شال 3 اهداف محققه يعني، ما ده شيء يعني مش مبشر برضو، خلينا نقول غير مبشر يعني. بغض النظر بقى طاقه سلبيه ولا ايجابيه، انا بقول واقع ده مش مبشر. لا امور بتختلف على فكره. يعني في الكوره الامور بتختلف، النهارده انا في حاله بكره ممكن اكون في حاله ثانيه خالص يعني. والله نتمنى ذلك استاذ سامي. نتمنى ان شاء الله يعني، ولازم يعني منتخبنا ان شاء الله يغادر النهارده لدكار ويكون في اعتبارهم الرحله الجايه لقطر ان شاء الله. بس اللي يخوف ايه برضو من ضمن تفاصيل المخاوف يعني فكره لما انت في بلدك وعلى ارضك وفي وجود جماهير واحنا عندنا النوع ده من التحفظات، طب امال لما يروحوا هناك بقى هيبقى الوضع عامل ازاي؟ هيبقى الوضع معكوس في أرض الخصم في ملعبه وسط جماهيره، والخصم عايز يطهر ولا يملك غير الفوز، فهيكشر عن أيامه من قبل ما الماتش يبتدي من الأساس. هنا محتاجين ذكاء تكتيكي عالي من كروش ومن اللاعبين نفسهم اللي بينفذوا في أرض الملعب. دي فرصة
دي فرصه ان انا اخطف هدف، لان قدامنا فرقه يعني مضغوطه بهدف في القاهره. فدي فرصه ان انا اخطف هدف، يعني العب عليهم بشكل عالي جدا، و يعني ما ننكمش الدفاع، يعني الدفاع ده اللي كان موجود في القاهره. لا بس هو كيروش قال كده، قال احنا برضو في خطه دفاعيه هناك، انا هدافع هناك. ممكن بيناور ماشي خطه دفاعيه ليها شق هجومي، يعني ممكن خطه دفاعيه ليها شق هجومي، يعني مرموش لازم يلعب من البدايه. واحنا يعني عندنا اللعيبه اللي عندها سرعه الارتداد الكافيه من الدفاع للهجوم باستثناء صلاح بطبيعه الحال، صلاح وان كان تمركزه برضو بيساعد على سرعه الانطلاق طبعا الحاجة. ومزعج يعني بالنسبه لهم، هو مزعج يعني يعني انا شايف ان مرموش وجوده مع صلاح في الخط الامامي مهم جدا، لانه مش بس هدر يعني، هو يمكن اقل من مصطفى محمد في اللعبه بالراس، انما عنده حلول فرديه ومهارات، عنده حلول فرديه كثيره جدا، ويقدر يخطف هدف في اي لحظه، ويقدر يبقى داعم لصلاح في الخط الامامي. فده طبعا انا بقول يعني مرموش مع عمر جابر كارمان كان عامل جبهه ايجابيه جدا مع محمد صلاح، لازم يبقى موجود ان شاء الله. يعني انا متوقع ان احنا نشوف ماتش احسن من بتاع القاهره يا موسى ان شاء الله. ليه؟ لان انت على بعد 90 دقيقه من المونديال، فده حافز هيحركك اكتر، هو حافز الجانبين على كل حال يعني. وفي رصيدك هدف، فده الهدف ده هيبقى ضاغط على سيسي ولاعبيه، وبالتالي عندهم ليس امامهم الا يعني فتح الخطوط، ودي فرصه كويسه جدا عندنا، يعني اكثر من لعيب قادرين على التهديد. طيب استاذ سامي، مرموش وتريزيجيه والسوليه بتسديداته المحكمه، فان شاء الله انا متفائل ان احنا هنشوف ماتش افضل من بتاعك. خليني اعقب على الجمله اللي حضرتك قلتها من شويه، وفكره ان مفيش حاجه مضمونه واللعب بيتغير، ده بالظبط اللي حاصل مع الصحافه في السنغال، لان احنا قرينا الصحافه في السنغال قالت ايه قبل المباراه. والصحافه كانت بتتكلم بشكل فيه نوع من الثقه الشديده ان فريق منتخبها هيروح ويخلص في ماتش الذهاب، لكن الوضع اختلف جدا. ولو اقرا لحضرتك سريعا ملخص ما كتب يعني في الصحافه هناك في السنغال، كان في تقارير وكان في كلام بيتقال، يعني مثلا بيقول لك ان بطل افريقيا، ده كان عنوان بطل افريقيا، سقط امام مصر وتنتظر مباراه قويه في الاياب من اجل حسم بطاقه التاهل للمونديال. وبعد كده بيقول منتخب السنغال فوجئ بهجوم المنتخب المصري، برده ده كان مش في الحسبان. ربما في برده صحيفه داكار اكتو دي برده صحيح او موقع هناك بيتكلم ان في كان حكم الفيديو الايطالي، يعني راحوا لحته برده ان الحكم ما كانش عادل، لجأوا لفكرة الأخطاء التحكيمية لما قال لك إن هدف محمد صلاح فازت بيه مصر ده كان في إشارة إن كان في موقف تسلل بسبب لمس الكرة رأس محمد مصطفى محمد. يعني ما زال برضو في الاعتراضات اللي بتبقى طبيعية عقب أي خسارة، ده على صعيد الصحافة، وطبعا عايزة تعقيب من حضرتك عليها. الناحية التانية ما اتكلمناش عن الجزء الخاص بتصريحات كيروش اللي البعض خدها غريبة جدا، واللي البعض قال عليها في منتهى الذكاء، فبتشوفها إزاي؟ أنا برضو أقول لك إن هي ذكية جدا، لأنه يعني كيروش عقده مع اتحاد الكرة إن هو يتأهل لكأس العالم، فطبعا مش هقول هو بيدافع عن وجوده وبقائه في مصر مع منتخب مصر، لكن هو يهمه جدا إنه ينجح ويحقق مع منتخب مصر أكيد المأمول إنه يبقى في المونديال ويعمل شغل كويس في المونديال وكده إن شاء الله. فبالتالي يعني انا مش شايف ان تصريحات كروش فيها شيء عجيب، يعني فكره انتوا المفروض تبقوا فرحانين بان احنا فزنا على منتخب زي السنغال وكده، ده في حد ذاته بتشوفه عادي، اللي هو انتوا المفروض تفرحوا ان احنا فزنا 1-0 او الاداء كان بهذا الشكل. هو الهدف ده مش له قيمه ولا ما هي الفكره طبعا. ان الصحفيين لما سئل منهم هو كانوا بيتكلموا ان الجول ده جه كده، يعني جه زي ما حضرتك اصلا اكدت كلامك، جه كده، جه بدعاء، جه بواتيفر، ولكن الاداء ليس الاداء اللي احنا كنا ننتظره. انا تاني مش بقول رايي، انا بنقل ما قيل في المؤتمر الصحفي. فسر بس، يعني انا ما قلتش كده بالتحديد، انا بقولت ان الهدف جه نتيجه جمله تكتيكيه مظبوطه جدا، كون الكره ضربت في العرض ورجعت في جسم المدافع ودخلت
ده بتحصل في الكوره اكيد بتحصل اكيد بتحصل في الكوره. فبالتالي يعني هو في الاول والاخر هدف مسجل يعني ده اسيست حلو كمان من السوليه لصلاح بالظبط كده. فيعني هي جمله حلوه. فبالتالي يعني احنا المهم ان احنا فزنا يعني وبدل ما نشوف الوضع السلبي لاداء منتخبنا لا نشوف الوضع السلبي ان منتخب السنغال بطل افريقيا مهزوم. هو عموما الجمله اللي هو قالها دي الى حد ما تتسق وتتماشى مع فكره ان هو كمان كان بيتحايل عشان ما يضطرش يجاوب على اي سؤال متعلق بالفنيات. بالمناسبه بعد احنا دلوقتي لازم نطلع فاصل طبعا بعد اذن حضرتك، بس لما نرجع من الفاصل برضو عايز استاذنك نقف شويه عند السؤال بتاع نهاوند او اللي هي قالته بالنسبه للصحافه السنغاليه عن التحكيم. فانا شايف ان احنا من باب اولى احنا اللي يبقى عندنا 100 حاجه نتكلم فيها بالزبط. بخصوص الحكم ولا حضرتك شايف ايه؟ خلينا نطلع فاصل ونرجع نتكلم عن الحكم واللي عمله معانا. فاصل ثم عوده. اتفضل استاذ سامي معانا. وطبعا كان في حديث في الفاصل، وقبل الفاصل لما نطلع كنت انا وكريم نتكلم مع حضرتك عن الصحف وردود الافعال، واعتقد او لمسنا كده من الصحف اللي في السنغال ان هي عندها تخوفات، كان عندها ثقه اصبح عندها تخوفات، ويمكن برضو امور غير متوقعه حدثت. فخلينا نروح برضو للنقطه دي. دي نقطه مهمه جدا ولازم نستغلها يعني كمنتخب مصر، و يعني مش نعتمد عليها بس يعني برضه لازم جهدنا احنا في الملعب واعداد النفسي للاعبتنا قبل المباراه. فيعني دي نقطه مهمه جدا. هم طبعا يعني هم شايفين نفسهم اعلى فنيا بكثير قوي من منتخب مصر. هم دي حقيقه يعني دي حقيقه هم لامسينها يعني. انما منتخب مصر برضه هو يعني هو اللي لعب مع منتخب السنغال نهائي بطولة أمم أفريقيا وخسر بضربات ترجيح. صحيح. فبالتالي يعني وكان في حالة إجهاد، يعني لازم نتذكر هذه الحقيقة، كان في حالة إجهاد شديدة جدا إنه لعب ثلاث مباريات ورا بعض بيكسر طيب. فيعني كان في النهائي الأفريقي يعني مجهد، مع ذلك نجح إنه هو يوصل لضربات ترجيح وخسر بضربات ترجيح. أيوه. دي مش قضية. انما المتوج دلوقتي السنغال بطل افريقيا، وانا بعتبر منتخب مصر برضه متوج شريك في هذا التتويج. فبالتالي يعني انا بقول ان النديه موجوده، النديه موجوده، الفروق الفنيه يعني قد تكون برضه موجوده ان صالح منتخب السنغال، لانه منتخب يعني نخبه كبيره جدا من اللاعبين المحترفين في اوروبا مقابل 5 أو 6 لاعبين في مصر، يعني النسبة فرقة يعني. ومع ذلك يعني الرصيد المعنوي والفني لدى منتخب مصر مش قليل طبعا. لازم نحط في اعتبارنا هذه النقطة جيدا، ونقول ان احنا يعني اذا كان عند منتخب مصر تأهل في مونديال روسيا فعنده فرصة مكررة وشبه يعني كوبي يعني من الحالة اللي كنا فيها قبل تأهل منتخب روسيا. إن شاء الله الفرصة موجودة، والهدف ده ذهبي أنا بعتبره الهدف اللي حصلناه. هو طبعا أنا كنت أتمنى 2 و3. لا هو إحنا جبنا أهداف أحسن من كده برضو. أنا هختلف اختلاف لذيذ مع حضرتك يعني، مش اختلاف أنا عجبني على فكرة في الفقرة اللي فاتت أنت قلت كلمة ده ماتش مش النتيجة مش ماتش لعب. صحيح صحيح. يعني في الفقرة السابقة ده ماتش نتيجه مش ماتش لها، وده يعني ده حقيقه. انا بتفق مع حضرتك، هو الجول في احلى منه كتير. الاسيست بتاع السوليه زي ما اتكلمنا كويس، ولكن الهدف جه برضو يعني انا يعني مش شايفه ان هو جه بشكل مدروس على قد ما جه بشكل موفق، توفيق من عند ربنا مع هذا الاسيست الرائع. يعني ده ميكس من وجهه نظري، انا بتبنى هذا الراي وبرضو كلنا بنجتهد يعني. لا مفيش اختلاف، هو في الاخر هدف. يعني هو في الاخر هدف. بالظبط يعني يعني التوفيق مطلوب قوي في الكوره. هي دي بقى النقطة اللي هنروح للسؤال اللي كان بتاع كريم لحضرتك اللي احنا طلعنا منه فاصل عشان ما ننساش النقطة دي. ده احنا تحليلنا ورؤيتنا للهدف اللي احنا فزنا بيه. على الصعيد الآخر السنغال والصحف هناك بترى ان الجول ده كان خطأ، في خطأ تحكيمي، وزي كنت بقول لحضرتك كان في لمسة يد ليه من قبل مصطفى محمد ولم تحسب وحاجات زي كده اتقالت. فبرضه ردك على ده ايه؟ طب ما نشوف المجمل الاحداث في الملعب والرزالات لعيبه منتخب السنغال
بشراستهم والمجمل بيقول ان الحكم كان ضدنا على طول الطريق، ولو حد يعني من عندنا صغر بس ولا طول في النظره اللعيب السنغالي بالظبط يعني. طب بالمناسبه يا استاذ سامي، هو ودعنا في نهائي افريقيا برضه حلو، انا عايز بس اسالك على تفصيله برضه متعلقه بالنقطه دي، هو ليه الموضوع ده بقى متكرر؟ ليه بقى من ضمن الحسابات اللي بقت مطلوبه من الجهاز الفني كيروش والمعاونين ان هم كمان يخططوا هيتعاملوا ازاي مع الحكم في حال لو الحكم كان ضدنا بشكل غير منطقي؟ مره دي كيروش يضحي بنفسه فيطرد، مره يتفق مع كابتن شوقي يخش انت يا ابو الكباتن عشان ما طردش انا المره، يعني ليه نضطر لحاجه زي كده وليه متكرره قوي اخطاء التحكيم ده؟ لو افترضنا ان هي اخطاء مش عايز اقول سوء نيه، مش عايز اقول ان ليها حسابات تانية، ولا قد يكون ليها، لا قد يكون فيها سوء نيه، قد يكون لان تكرار واستدامه هذا الامر سيناريو النهائي الافريقي يعني سوء نيه كان موجود بشكل واضح جدا. طب وبعدين بقى واخرتها ايه؟ هو بنعاني حتى الاهلي والانديه اللي بتشارك في بطولتي افريقيا بيعانوا من التحكيم الافريقي ده ادارنا. الحل طبعاً ان انا اركز في الملعب بشكل عالي جدا، وان انا احط الفرقه اللي قدامي تحت ضغط التهديف المبكر والتهديف المأمون، يعني ما اكتفيش بهدف لا احط الثاني وانهي السيناريو اللي ممكن يكون مش جيد بالتحكيم، وده كفيل ممكن ان هو يحجم الحكم في حال الشك في الى حد ما، الى حد ان هو الحكم برضه مش هيحط نفسه تحت المقصله، يعني لو يعني جه عليك اللي عمله امبارح محط ولا في الماتش اللي فات ما حطش من خلاله نفسه تحت المقصره، يعني كميه اللامنطق اللي كان بيطرطشها على الاقل في الشوط الاول بس بالظبط، يعني هو يعني فاولات كتير جدا قوي قوي في المنطقه الحساسه جدا اللي هي خارج منطقه الجزاء، يعني مبالغ فيها. فيعني هنقول ايه؟ ما ده قدرنا مع التحكيم الافريقي نجيب تحكيم اوروبي يعني عشان يشتغل في افريقيا، يعني ده قدرنا. فانا بقول يعني حل ده المساواه والظلم عدل، ده رجع في كلامه في الانذار الثاني عشان ما يتكررش بالظبط. طب وده طبيعي، ده مش ممكن يعني، ده بس بقى باينه قوي يعني، يعني مش عايزين نخش في تفاصيل قوي بلاش، لان هي في تفاصيل محرجه شويه يعني، بس هلمح كده ان يعني افريقيا السمراء متحمسه نفسها اكثر من الشمال الافريقي، دي قضيه قديمه. بص يا مستر سامي، يعني هو فعلا الحديث مطول تحديدا في هذه النقطه، فانا رايي فعلا خلينا لا نتطرق ليها. بس احنا فاضل لنا دقائق قليله جدا، طبعا هيبقى ليك الكلمه فيها، وعايزين من ضمن بس الحاجات اللي حضرتك تركز لنا عليها تشكيل الفكر بقى بتاع ان شاء الله كيروش في العوده، ويوم الثلاث هيبقى عامل ازاي؟ اتفضل. ان شاء الله يعني اتوقع ان التشكيل، طبعا في اثنين خرجوا بره يعني الونش وعم منعم وانضمام ربيعه، طبعا وانضمام ربيعه وعلي جبر فطبعا نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله، يعني ايا كان اللي هيلعب جنب ياسر نتمنى لهم التوفيق في ان يكون دفاعنا اكثر تماسكا، والخطوط قريبه كتير، لازم تبقى الخطوط قريبه، مش مهم اهاجم بشكل واضح، لا انا هاجم طالما اتكلمت على التشكيل، انا بحبز وجود مرموش في بجانب محمد صلاح في الخط الامامي، لان يعني المناوره الفرديه هتكون لها دور كبير قوي في هذه، خصوصا مع بعد ربع ساعه بعد ثلث ساعه حساسات شراسة الهجوم السنغالي، وبالتالي هيكون في مساحات، المساحات دي لازم نستغلها يعني بشكل فردي، فمطلوب ان احنا يعني من نص الملعب نكون مأمنين كويس، من نص الملعب مش من ثلث الملعب، وده هم عملوا فينا في الماتش الاولاني، ان من نص الملعب يكون الخطوط قريبه ودفعات منظمه عشان نقدر نحطهم تحت يعني مقصلة الخطأ، ان هم يكونوا يعني يتجاوزوا ويندفعوا ويكشفوا ظهرهم لفرصة. بس ده هيستدعي تغيير الطريقة بقى من قبل كيروش في الحالة دي؟ طبعا ممكن يلعب 3-4-3 مثلا، يعني 3-4-3 هي الأمن، يعني انا طبعا احنا لعبنا هنا 4-3-2-1 تقريبا، فمطلوب ان نكون اكثر تقاربا في الخطوط الثلاثه،
وما نرجعش كوره كتير للشناوي. ده زي النادي الاهلي بقى 3-4-3. ما نرجعش كوره كتير للشناوي ده. يعني انا بقول لهم تعالوا، انا بقول لهم تعالوا العبوا في ملعبي. فدي كانت مساله مرهقه للشناوي من ناحيه، ومدعاه للخطا مره لا قدر الله رجله كرة تقلش منه وتجلي منه. الحقيقه ان الود ودنا ان الشناوي لا يختبر من الاساس. ده نتمنى بس هو على مستوى المسؤوليه. طبعا وان شاء الله يعني حارس مرمى مميز جدا طبعا، ووجوده بيطمن كل اللعيبه وبيطمن الجماهير. بس ما نتقلش عليه، ما نتقلش عليه، ونخلي الكره في نص قدر الامكان في نص ملعب صحيح السنغال، عشان نقدر ناخد نفسنا ونستهلك الوقت بذكاء. طبعا انا بقول ان قفشه مطلوب اللي يبقى موجود في توقيت معين من المباراه، مش من البدايه. البدايه مطلوبه دفاعات ناس قويه بتأدي الدور الدفاعي بشكل كويس، عشان نقدر نتكلم عن انه ينزل في النص الثاني من الشوط الثاني بالظبط ده لو الدنيا ماشيه على هوانا اصلا، لو 0-0 يعني. ولو او 1-0 لمصر يبقى يا ابو زهر الحاج. فبالتالي يعني قفشه هيكون له دور مهم جدا في الثلث الاخير من المباراه، انه يقدر يعمل ثرو باس حلو لصلاح او لاي حد، او يستغل مهاراته هو الشخصيه انه يعدي. فبالتالي انا متفائل جدا ان مصر في قطر ان شاء الله، والماتش ده هيعدي على خير ان شاء الله. نعم بس نحط ثقتنا احنا طب اتفضل، عشان احنا لازم نطلع فاصل. نحط ثقتنا في لعيبتنا ان شاء الله، ونتفائل خير ان شاء الله باذن الله. نورتنا يا مسيو سامي، ان شاء الله خير، ولو فزنا انا هكلم حضرتك بقى. اتشرف. والله كل سنه طيب. حضرتك طيب يا رب. كل سنه وحضرتك طيب واهل بيتك بخير. هنطلع فاصل يا حضرات، وبمجرد العوده جهزوا نفسكم بقى لموضوع مهم جدا هتتكلم فيه نهاوند مع الدكتوره دينا ابو السعود، يهم الكل تقريبا. خليكم معانا. مرحبا بحضراتكم في اخر فقره، والفقره الطبيه، وخلينا نتكلم كده ونخش في الموضوع على طول. احنا كل شويه للاسف الشديد في الفتره اللي احنا فيها بيظهر فيروس جديد، وده اكيد بيسبب ذعر لكل العيله وكل الاشخاص. طيب ايه اللي احنا ممكن نعمله؟ ازاي ان احنا نخلي بالنا؟ ازاي احنا نقوي المناعه عندنا؟ يعني زي ما بيتقال كده تاني، وهنفضل مع الشعار ده، الوقايه خير من العلاج. دي حقيقه على فكره، مش مجرد شعارات. خلينا نعرف تفاصيل اكتر ونستفيد من كمان المعلومات مع دكتور دينا ابو السعود. بونجور جدا. بونجور يا قمر. صباح الفل. صباح الخير يا حبيبي. وملف مهم، كل مره بقول ملف مهم، لان فعلا بيبقى متناسب جدا او بيعكس الواقع اللي احنا عايشين فيه. لو اتكلمنا عن موضوع الفيروسات المختلفه، ومش عارفه قريب، معلش الخبر ده كمان حقيقي ولا لا، سمعنا ان في متحور جديد نازل لنا ان شاء الله في الاسواق قريب الحمد لله. فيعني مما لا شك فيه النهايه اللي احنا عايزين نقولها او الكونكلوجن، لازم الواحد يقوي جهاز المناعه لاي يعني عشان نقدر نواجه اي حاجه هتقابلنا. نبدا ازاي بارشادات قبل ما نخش على ايه اللي ممكن يساعدنا؟ يعني عايزين نسمع منك ايه نعمله، ازاي البني ادم ممكن ان هو يحاول يساعد نفسه من اللايف ستايل بتاعه انه يقوي جهاز المناعه عنده. يساعد نفسه ان هو اولا ينام فترات كويسه جدا، وينام بالليل ما ينامش الصبح، ياكل اكل فيه فيتامينات، ياكل اكل صحي، يمتنع عن السكريات المصنعه الكتيره، يعني معدل السكر يبقى قليل جدا في اليوم، ده مهم قوي، لان السكر لو عالي انا كده دمرت الجهاز المناعي. الضغط العصبي برضو برجع اقول بيدمر جهاز المناعي، عشان الكورتيزول لما بيعلى بيدمر جهاز المناعي. التدخين بيدمر جهاز المناعي. عدم الرياضه، الرياضه مهمه قوي والنشاط مهم، انت عندك طاقه عندك مناعه قويه. ونشرب ميه كويس قوي. ولا اكثار في المسكنات، المسكنات تتاخد عند اللزوم زي روشته الدكتور ما بيقول، مش انا تعبانه انا حاسه بالم وانا مش حاسه بالم باخد مسكنات للحقيقه. وموضوع كمان المضادات الحيويه برضو مش كترتها كتير جدا جدا جدا، ده بيعمل مشاكل كبيره في الجهاز المناعي. ده اللايف ستايل بتاعي، يبقى ناكل كويس ونمتنع عن السكريات، نمتنع عن التدخين، نشرب مية، ننام كويس، ونخلي بالنا من المسكنات تتاخد عند اللزوم، والمضادات الحيوية تتاخد عند اللزوم، وأركز في الجهاز الهضمي.
يعني الجهاز الهضمي تمام، مناعتي كويسه، الجهاز الهضمي معدتي فيها مشكله، امعائي فيها مشكله، لازم اجري على الدكتور عشان اعالج بسرعه قبل ما يحصل لي مشكله كبيره. ده مهم برضه. دايما بتاكدي في كل مره على الشق النفسي والعامل النفسي قد ايه له تاثير كبير جدا على يعني جسمنا، يعني بجد لهذه الدرجه الحاله النفسيه ممكن ان هي تؤثر على البني ادم لدرجه ان هي تفقد جهاز المناعه، يعني فكره عمله بشكل جيد. طبعا الشق النفسي من اهم الحاجات، من اهم الحاجات العلاجيه، ان لازم تدعمي نفسيتك طول الوقت على فكره، لان الضغط النفسي والمشاكل النفسيه بتقلب على فكره امراض سكر. ما بنسمع ايه ده جالك سكر، انت كنت متعصب، بعد الشر ساعات سرطانات بتيجي مع الزعل. فبليز نحاول، انا كل مره لازم اقول الشق النفسي، لان الشق النفسي عامل اساسي لحياه سليمه وحياه جيده بدون اي معاناه. كويس قوي. طب في ناس اللايف ستايل بتاعها اصلا غير صحي، بمعنى مش بس ان هي ما بتمارسش رياضه او حتى ما بتاكلش اكل صحي، لا هي حياتها اصلا يعني سيئه او سلبيه، لا تهتم لصحتها. في ناس كتير كده، اي حاجه ممكن ان هي تعملها، ما فيش تفكير ابدا في الصحه. الناس دي بتنصحيهم بايه؟ اي انا بنصحهم زي ما انا عملت والله يا نهواند. يعني انا يمكن من 5 6 سنين كان برضو قصه ان انا ما كنتش باكل اكل صحي خالص، باخد سكريات كتيره جدا في اليوم. اولا جالي، عارفه مبدا اللي هو سيبها على الله وخلاص، من غير وعي تماما. يعني انا اي حد بيشوفني دلوقتي وكان عارفني من 5 سنين بيقول انت اتغيرتي تماما، بقى نشاطي احسن لما غيرت اللايف ستايل، لان كميه سكر وكميه اكل مش صحي ده بيدمر الجهاز المناعي وبيدمر شكلك على فكره. يعني لو اخدتي بالك اللي بياكل، بنت الست اللي بتاكل سكريات كتير طول الوقت تلاقي وشها مش حلو، وشها مطفي، هالات سودا، كل الحاجات دي بتيجي. فلازم ناكل اكل صحي. طب الاكل الصحي ايه؟ يعني على طول بقول لازم يبقى تلتين اكلي سلطه بكل الالوان، يعني فلفل الوان والجزر والخس والبقدونس والخيار، كل الحاجات دي فيها فيتامينات كويسه قوي، والباقي الاكل يبقى بروتين وكربوهيدرات ودهون صحيه. يعني انا مع الدهون الصحيه، زيت الزيتون هايل رائع كداعم للاوميجا وداعم لصحه المخ وصحه والصحه النفسيه كمان. طيب لو اتكلمنا عن هنا فكره ان انا دلوقتي قدامي يعني طفل صغير من سن مثلا نتكلم 10 سنين وانا ببتدي ان انا اهيئ هذا الطفل ان هو يبقى شخص سليم صحيا وجسديا ونفسيا لسن مثلا 80 سنه، معلش هنروح زي روشيتا او بريسكريبشن كده، تنصحي بايه هذا الشخص اللي هو صغير في السن ان هو يمارس ايه في حياته من عادات ولايف ستايل وغيره لغايه لما انا اوصل؟ ان احنا زي ما بنقول الصحه متراكمه، صح. يعني سلوكك سيء هتكمل معاك صحة سيئة جدا، سلوكك من البداية كويس هتلاقي حياتك ماشية بشكل أفضل. فناخد السن الصغير حتى للأمهات اللي بتسمعنا، إزاي ممكن تخلي بالها من ولادها تبني صحة سليمة على المدى الطويل. بوينت مهمة قوي قوي، لأن أي حد لما بيكبر عنده مشكلة في معدل الأيض والتمثيل الغذائي يقول لك أنت كنت وأنت صغير بتعمل إيه. أيوه نرجع للباك جراوند. نرجع للباك جراوند. مهمة قوي في السن ده الأم ليها عامل كبير قوي، إن هي يعني طول الوقت ياكل الأكل اللي هي بتعمله، مفيش حاجة اسمها جانك فود طول الوقت، مفيش حاجة اسمها تشوكلتس 24 ساعة طول الوقت، كل الحاجات دي على اللونج تيرم بتأثر جدا. مهم إنه يلعب رياضة. على طول بقول لأي أم عندك بنت عندك ولد عندهم طاقة، أيوه الطاقة لازم تطلع، فلعبيهم رياضة معينة، سباحة، خيل، كورة، تنس، سكواش، عندك لعبات كتير. ما تخليش الطفل في الوقت ده قاعد في البيت، عنده مذاكرته، عنده اكله الصحي اللي انت بتعمليه، عنده نزوله معاكي، وعنده الرياضه بتاعته. ده مهم عشان لازم اليوم كله يبقى وراه حاجات، ما تخليهوش في السن ده قاعد مش وراه حاجه. ويبعدوا عن الحاجات اللي بتتلعب دي يا نهواند، الايباد والجيمز والحاجات دي. نبعد عن الايباد، لان ده والله بجد ممكن يعني بتحس ان الطفل عنده توحد، ما بيبقاش ما عندوش اصلا سيلف ما عندوش كوميونيكيشنز مع الناس طول الوقت قاعد عامل كده، لا ده كمان يقف خالص المفروض. طبعا قلب مالتي فيت هيبقى مناسب لو بعد السن ده شويه، من سن 14 سنه برضو اقدر اقول لها لما يوصل 13 14 مع الاكل تدعم له بقلب مالتي فيت. هايل جدا. طيب لما يجي برضو نتكلم عن مكمل غذائي وتحديدا هنا قلب مالتي فيت، الثقافه عندنا برضو الناس تقول لك ايه، انا ما باخدش حاجه طالما انا ماشي كويس. حتى المكملات الغذائيه لسه الثقافه عند الناس اللي هي مش محتاجينها، فازاي نرد على الناس دي اللي
بتتكلم او فاهمه ان المكمل الغذائي شيء ما رفاهيه مالوش لازمه، لا اقول لهم ايه؟ لا اقول لهم الكلام ده خاطئ جدا. احنا يوميا محتاجين فيتامينات ومعادن، ممكن احنا ما بنحسش باعراض نقص فيتامينات ومعادن، لكن لما بنيجي نعمل تحليل الفيتامينز نسبه الفيتامينز في الدم هيجي لنا شك. يعني انت عندك مثلا اكثر من 70% من ستات مصر عندها نقص فيتامين د، فيتامين د مهم جدا للمناعه، مهم للطاقه، مهم للشعر، مهم للبشره، مهم لحاجات، مهم جدا. عندك كتير جدا مننا عندهم نقص في فيتامين بي، فيتامين بي يعني بقول هو الداعم للتمثيل الغذائي، الداعم لسرعه الايض، الداعم للنشاط وعدم الخمول. أيوة. فطبعا لا لازم اقول ان لكل ست وكل راجل على فكره مش بس الستات، يوميا احنا محتاجين فيتامينات ومعادن عشان اعرف ادعم طاقتي. يمكن بتلاقي شباب دلوقتي بيصحوا الساعه يعني اول ما بيصحوا بيفطروا ايه؟ انا هدخل انام تاني. معقوله ما بيبقاش عنده الطاقه طول الوقت؟ صح. بياكل لكن ما عندوش الفيتامينات اللي بتحول الاكل ده لطاقه. فلازم طبعا لازم اوعي كل الناس اللي بتتفرج علينا اهم قد ايه الفيتامينات والمعادن مهمه. يمكن كان في دكتور عالم كيميائي واخد جائزه نوبل لون سباولينج عمل دراسات على الفيتامينات والمعادن، فالريسيرش بتاعه ان لو اي بني ادم توصل للمعدن الناقص هيقي نفسه من مشاكل صحيه كتيره جدا. ده كان البحث بتاعه. دي بالتحليل بقى نعرفها ولا نعرفها ازاي؟ في تحاليل طبعا، تحليل كالسيوم، تحليل فيتامين د، تحليل فيتامين بي، تحليل كله موجود. يمكن المغنيسيوم بس اللي بيبقى فيه ملوش في الدم، لان المغنيسيوم بيبقى طول الوقت في العضلات، لكن كل الفيتامينات موجوده. ويا ريت نعمل تحاليل نعرف ايه المعدن وايه الفيتامين الناقص عندي. نروح لاسئله المشاهدين. خلينا نروح مع حضراتكم، نبدا بدنيا سمير. بتقول انا والدتي بتصوم اثنين وخميس، كنت عاوزه اعرف ممكن تاخد الف مالتي فيت امتى في الصيام، وهل ممكن يساعدها او يقدم لها اصلا فوائد في فتره الصيام ولا لا؟ طبعا الف مالتي فيت هيبقى مفيد جدا في فتره الصيام. الجرعة المناسبة في الصيام هيبقى بعد السحور بساعة بنص ساعة، بعد السحور بنص ساعة. ليه بقول دلوقتي بعد السحور؟ عشان لما أجي أصحى من النوم ألاقي بتلاقي كتير عايزين ينزلوا ويروحوا شغلهم، ووقت الصيام ولا في نسكافيه يفوقنا، ولا في كافي يفوقنا، ولا في أكل ولا أي حاجة. فعايز أصحى من النوم أمارس نشاطاتي، فالسيدة تقدر تاخده بعد السحور، هتلاقي نتيجه كويسه جدا لو هي ماشيه على دواء معين من الادويه بتاعتها ولا يتعارض مع اي دواء. طيب من سامي، انا بشتغل فترات طويله جدا، بضطر اني اكل من بره، ومؤخرا بقى اغلب اكلي من بره. عارفه طبعا انه ضرر كتير جدا، بس هل ممكن لو اخذت فيتامينات تحل شويه محل الاكل الصحي؟ دي نقطه مهمه جدا لان احنا اتكلمنا فيها قبل كده، بس ممكن نتكلم باستفاضه اكتر، لان فعلا في ناس بطبيعه شغلها هو ما يقدرش فعلا. بس احنا ممكن نطلع نقول ايه؟ كله اكل صحي مش عارفه، بس مش كل الناس ظروفها تسمح بده. يعني في ناس حتى الصبح ما بتقدرش، ما عندهاش امكانيه انها تاخد سلطه وتاخد حاجات مهمه معاها تفيدها في اليوم، وفي ناس بتشتغل 12 ساعه، فطبيعي هيجوع، طبيعي هيبقى عايز اكل سريع. يعني صح كده؟ عندك حق. انا نفسي ساعات بعمل كده كتير. يعني امبارح كنت في قناه وميته من الجوع، جبت باتيه. طيب ده باتيه ده كويس، ده في ناس بتلجا لحاجات ثانيه، فيعني فاهمه قصدي؟ طبعا طبعا طبيعي. هل ممكن المكمل الغذائي هنا بنتكلم على الالب مالتي فيت تحديدا يعوض الدنيا شويه؟ طبعا اكيد 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 الالب مالتي فيت يقدر يعوض، لان فعلا بتلاقي كتير بيشتغلوا بره، وكتير الصبح لا هاكل اي حاجه وانزل، لكن الب مالتي فيت هيقدر يعوض. انت بكبسوله واحده بنقول صحتك ليه في الب مالتي فيت؟ بكبسوله واحده بتدعمي فيتامين سي، بتدعمي الزنك، بتدعمي الكالسيوم، بتدعمي النحاس، الفوليك اسيد والبيوتين وكل مشتقات فيتامين بي اللي احنا محتاجينها انتيك يومي. فاكيد الب مالتي فيت يقدر يدعم نقص الفيتامينات اللي بناخدها من الاكل. كويس جدا. مريم بتقول انا عظم جسمي بقى بيوجعني من وقت للتاني بدون سبب واضح، فكنت محتاجه اعرف ده سببه ايه؟ بدون سبب واضح ممكن يكون عندها نقص في الكالسيوم ونقص في فيتامين د، الاثنين مع بعض، الاثنين بيكملوا بعض. زي ما انا قلت الزنك مع كابر يبقى كالسيوم مع فيتامين د. فلو عندك تعمل التحليل، لو عندها نقص طبعا برشح لها الب مالتي فيت الداعم جدا للكالسيوم. وبرجع اقول برضو انت لازم برضو وقتها تستشيري الطبيب، لان بيبقى في حاجات تانية مش بس يعني مشاكل في العظم مش بس نتيجتها نقص الكالسيوم. عندك الالتهاب الريوماتويدي، بيبقى مشاكل في المناعه محتاجه تستشيري طبيب. عندك مشاكل تانية، اليوريك اسيد لو عالي على فكره اللي هو مرض النقرس، حمض البول لو عالي بيعمل التهاب في
المفاصل في المفاصل فممكن يعمل مشاكل في العظم، لكن لو ما عنديش مشاكل مرضيه وقتها ممكن يبقى عندي نقص في الكالسيوم وفيتامين د. انا بس عايز استاذن حضراتكم لما تبعتوا اي سؤال يا ريت تكتبوا السن، لان برضو بتهيالي السن بيبقى فارق طبعا. فاي حاجه بس استاذنكم ابعتوا لنا سن حضراتكم كام. نروح لكريم علي. صباح الخير، افضل مستمر على الب مالتي فيت مده قد ايه، ولو وقفته بعد فتره من استخدامه ممكن يسبب اي اضرار جانبيه؟ أي طبعا استمر على الب مالتي فيت لايف ستايل، التركيز عندي حلوه، التركيز بسيطه، ما بخافش من اي تركيز انه يعلى اطلاقا. لو وقفته هيحصل لي نقص في اصل الفيتامينات، انا يوميا محتاجاها، والفيتامينات اللي في الب مالتي فيت ووتر سيلبل مش بتتخزن في الخلايا، انت فاهمه قصدي؟ يعني لو في فيتامينز بتتخزن لو انا ما خدتهاش في الاكل الخلايا بتطلعها، لكن الفيتامينات القابله للذوبان في الماء لازم انتيك يومي، فما انصحش ان انا اوقف الب مالتي فيت اصلا. كويس جدا. طيب لو هروح معاكي برضو لفكره هنا المناعه، والناس اللي عندها باي ديفولت يعني مش مناعه قويه، في ناس اجسامها كده اجسادها كده، حتى لما شفنا كوفيد في اجسام قدرت ان هي تعدي الكورونا بسلاسه، وفي ناس تعبت صح. جدا برضو نفرق بين ده وده ازاي، وده يتعامل ازاي الشخص اللي باي ديفولت مناعته قويه والناس اللي مناعتها اضعف ننصحهم ازيد بايه؟ الناس اللي مناعتها اضعف انصحهم على طول بالفيتامينز دايركت. لا ما حال لا بقى ان هنا ان احنا نتخاذل في الموضوع ده بالظبط. انت عندك البروتوكول بتاع وزاره الصحه المصريه بيقول لك حتى عشان اعمل وقايه وبناخد التطعيم وبناخد فيتامين سي وبناخد زنك والانتي فايرال والانتي بايوتكس وات ايفر عشان احاول اعدي من غير الاعراض القويه جدا. وعلى فكره هي كمان مش قصه كوفيد، انت عندك دلوقتي بتسمعي عن الفطريات بتموت عشان نتيجه نقص المناعه، الفطر الاسود وحاجات كده بتطلع، الحاجات دي لو انا حاجة فعلا لو انا مناعتي مش قويه باخد اعراض مش حلوه، يعني الاعراض بتبقى قويه عليا. فبنصح اي حد عنده مشاكل في المناعه دايركت يلجا، مش مشاكل في المناعه، مش مرض مناعي، لو حاسس ان هو مثلا مناعته مش قويه يعني كل شويه بيجي له برد، وقت التشافي الاعراض عنده عاليه شويه، ياخد فيتامينز. هي دي بتبقى وراثه، يعني فكره ان انا ممكن اورث حد او اورث من حد نقص المناعه، ولا كل بني ادم لا كل يعني بني صفاته؟ لا هو لايف ستايل بيبقى قوي، لايف ستايل بقى يعني الاكل برضو بيقلل المناعه، السكريات زي ما انا قلت، اللايف ستايل، عدم الحركه، النوم اللي مش صحي، كل الحاجات دي بتؤدي اكيد الى نقص المناعه من غير ما انا حتى احس يعني. طيب خليني برضو اروح معاكي للاكلات، وده سؤال موجود معانا اصلا بيقول ايه الاكلات اللي انا ممكن اكلها وتزود عندي يعني المناعه او تساعد على المناعه هي تبقى افضل؟ لا ما تقوليش توم وبصل. توم وبصل، توم وبصل، ممكن على السلطه على حاجه أيوة. ناكل توم وبصل كده يبقى بهزر معاكي، بس هو التوم هيبقى صعب. وعندك السلطات طبعا، اي حاجه فيها فيتامين سي، عندك المكسرات كلها زنك، زنك مهم قوي، عندك الكيوي والاناناس، الجوافه مصدر عالي جدا في فيتامين سي، عندك الكريز، كل الحاجات دي مع الثوم والبصل بقى برضو. ثوم وبصل أيوة. بنلف ونرجع للثوم بس والبصل، بس محدش يفطر بس ثوم عشان ما يجيلوش قرحه. انا وقت ما جالي كوفيد من سنه قطمت بصلايه ما فيش خالص، عرفت بقى يعني لا بي سي ار ولا هوفره، لا بجد هو ريحه البصل هتطرد كل واحد. لا كل واحد ليه يعني، انا جات لي يمكن هو باي ذا واي ده سؤال فعلا، ليه كل بني ادم فينا ليه اعراض مختلفه يعني عن التاني؟ انا بتكلم هنا عن الفيروسات تحديدا يعني نتيجتها على الجسم، ده رجع لايه؟ كل واحد وبيشوق الفيروس بيخش له في الحته الضعيفه بتاعته وبيهاجمه. اوكي، يعني انا لما اصابتني مثلا في التذوق والشم ده كان دي اضعف جزء عندي ممكن. انا اصابتني في الودن للاسف، يعني السمع، السمع وضربات القلب. يا السمع دي انا اول مره اسمعها. اصابتني في طنين الاذن. ما كنتش بقوم من السرير فعلا، ده تبقى مؤلمة جدا. ما كنتش بقوم. هي فكرة هنا برضو أعراض الفيروسات المختلفة منها الكورونا، فقدان الذاكرة، لأن ناس كتيرة جدا بعد الكورونا عانت من الموضوع صح. ده هل ده برضو راجع لمناعة أو لا، ولا ملوش علاقة؟ هو كل بني آدم وحظه هو الفيروس بكده، بس أنا بقول على طول لازم طول الوقت أخذ فيتامينز. يمكن أنا قصة الفيتامينز، أنا الكلام ده من جالي من سنة يمكن،
ما كنتش لسه وقتها باخد الفيتامينز، ما كنتش فاهمه قد ايه الفيتامينات مهمه. فمن ساعتها وانا ماشيه على الفيتامينز، فيتامين سي، فيتامين بي على فكره مهمه جدا للمناعه، قلب مالتي فيت انا ماشيه عليه وفرق معايا في مناعتي جدا جدا جدا، وفرق في الذاكره. يمكن بتشوفيني انا هوند هنا ويمكن في قناه تانية عندي 5 حلقات هنا، وساعات المعلومات بتخش في بعض، فمحتاجه حاجه تنشط لي طول الوقت الحركه بتاعتي صح. ومخي. فالب مالتي فيت الحقيقه داعم جدا لكل الحاجات دي. يعني بجد دايما بتفيدينا دكتور دينا والله، ولسه عندنا ملفات كتيره جدا في غايه الاهميه. وعايز اقول لك ده جزء صغير بيكون من اسئله المشاهدين، بيبقى عندنا ناس كتيره جدا بعته وحابه ان هي تستشير حضرتك في مواضيع مختلفه. هنحاول بقى الفقره الجايه والاسبوع الجاي نعمل فقره اطول لاسئله المشاهدين عشان يقدروا يستفيدوا اكيد ان شاء الله. نورتينا يا دكتور فعلا، حبيبه قلبي. بشكر حضراتكم جدا، ويعني الفقره الطبيه حقيقي بتبقى من الفقرات المحببه لينا جدا في 10 الصبح في الأهلي. نشوف حضراتكم أسبوع جديد و10 الصبح في الأهلي.